واخا ياسر واحد 3 دقائق قبل ما يتجمعوا الشباب ونبداو اللايف اخي راه مود غابر انت اخي ياسر انا نشوفك مره كنت تاع شي ستوريات غير الخدمه وان شاء الله غادي نعرف نبانو بشي حاجه جديده وزوينه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اللهم بارك اخي مزيان جيت جوج باش معاك الشباب مرحبا بك اخويا الله يسلمك الاخ ديالك والاصدقاء ديالك يس يتوب اجي اخي غيسان اجي عندنا هنايا قرب عندنا هنايا تنجايا فهمتي اخي الله يسلمك باش يقولوا الدراري هكا في اللايف كل واحد شي لوحه دايره هكذا كنت تطلع اللايف ناضي الله يلا نهار كبير هذا اخي ياسر هو هو سوينغ هذا اللايف غادي يكون ناضي عندي شهاده ديال سوينغ الله يستك اخي سوينغ الله يحفظك اخي انا جيت السورة غادي يكون ناضي اخي القصه ديالك والله انا كنت سمعتها وكنت عجباتني بالجد فهمتي واصلا تنجيبو في رمضان الشباب اللي غابرين شوف فهمتي راه الشكر معمرو بان مروان معمرو بان راقي معمرو بان كاع الدراري عندك 99% ما فهمتي معمر بان قليل الله يجي حياتي بان حتى هو شويه ولكن الاكثريه ديال الدراري معمرهم بانوا حتى انت اخي راه حسبك اللي سلم ما بقاوش يبان غبرتي شحال دابا غابر 3 سنين 4 سنين بحال هكا تقريبا شي 4 سنين تقريبا 2018 تبارك الله اشنو اخي سبب هذا الاختفاء هو بدرجة كبيرة كنت غير فوكس على الخدمة والبيزنس دابا حاليا اللي زعما البيزنس موديل زعما اللي كاين عندي صعيب انني زعما نبارطاجي مع واحد الفئة كبيرة تقريبا النيش اللي خصو بزاف ديال السكيلز بزاف ديال الحوايج باش تخدم يعني الا جيت بارطاجيتو مثلا مع 70000 واحد 80000 واحد غتلقى مثلا الناس اللي غيتمو مثلا واحد 50 ولا 60 هذيك كنت كنفكر انني نخلي حتى كيف كتقول انت حتى يكون واحد شنو غنسميه يكون واحد كي لما نعطيو فهمتي يعني دابا الدومين هو غادي لو جو فيديو غادي بالنسبه للريسكين كنفكر انني نرجع نتيستي حتى انا ونرجع نشوف كيفاش خدام نهضر عليه بطريقه بروفيسيونيل بطريقه مختلفه على داكشي اللي كان غير واخا مع ليكسبيريونس دابا ديالك فهمتي دابا انت مشيتي لشي حوايج ما قديم عاد عاود ترجع للريسك ترجع ليه بواحد الطريقه بالعكس تنقي الريسك فوالا مع الدومين تيبان ليه تزاد مرتاح احكي لك انا الصراحه اخي ما عرفتش ولكن انت ما تقول لي يقدر يكون غلط فهمتي تيبان ليه الدومين تزاد حتى الفكره ديالو ولا السمعه ديالو ولا خسرها بزاف لا الفئه اللي زعما ديما تقعد نقول لهم ما يمكنش تربح بالزربه ريسكين روجو ليه هو ديك راه هاد الزربه دير الفلوس راه ما كاينش تدي الزربه لدرجه هاد النهار واحد البوست عليها كنضحك باش نسكت من الضحك واحد هاز الفروج من الباك جراوند ديالو قال لهم الدراري راه جوجل بانات لي هاد اللعبه هادي ويقول لي فين هي الفروج ما كيتحركش وهازو بديك الباك جراوند ديالو كيتمشى الفروج هاكا ما كيتحركش هذيك وتينقز هابتي بارد وهازو هو داك الفروج اللي داروا في اللعبه هازو بالباك جراوند ديالو من جوجل فهمتي الباك جراوند ديالو كان في شي غابه ولا شي الباك ما تعذبش علاش انا نقطعو ولا نخدم والله الا عرفتيو كنحطو على البوست لهم الدراري راه جوجل صبانات لي هاد اللعبه وبنادم بقى مطلعها عليا تيقول لي فين هي اللعبه انا نبدا معاك اخي ياسر اليوم مان الاول اخي القصه ديالك كتعجبني بجد ندوزو اخي نبداو حتى الدراري حتى هما تيضحكوا لا والله الا اخي لا شوف الدومين ديال ريسكين دومين زوين انت دوي فيه احسن مني على خاطر التخصص ديالك هذاك هو باش بديتي دوي فيه احسن شنو زعما اللي ممكن يتحسن شنو اللي كذا لحقاش اي دومين ما فيهش خايب اي حاجه فيها الزوين والخايب ندوي عليه شنو هو احنا نجيو ولكن اهم حاجه نبدا معاك انت من الاول قول لي اخي ياسر فين تزاديتي؟ تزاديت في دار بيضاء في عمالة مولاي رشيد في حي المسيرة 3 اكزاكتوم قليل زعما اللي غادي يكون عارف الحي بالضبط المهم في عمالة حي مولاي رشيد اللهم بارك دابا شحال لاج ديالك؟ 30 في اللايف تنسدو لي كومونتير قبل ما نبدا اللايف هذا اللايف هذا نسيت ولا شي كتب سد لي كومونتير انا اخوتي اوكي 30 سنة تبارك الله اخي باقي صغير شوي اللهم بارك اللهم بارك عاود لي اخي على الوالدين اش كيدير الوالد اش كدير الوالده الوالد مياوم دابا حاليا دابا صافي غير صافي شد التقاعد الجمله اللي عطاتو التقاعد مزيان قبل كانت عنده المهم كانت عنده فراشه في درب السلطان اللهم بارك فراشه شنو كان كيبيع الوالد كيبيع تقاشر عنده فراشه تقريبا مترو كيبيع فيها تقاشر مزيان اللهم بارك اخي
هو كبركم نتوما بجوج نتا والاخ ديال كاين شي اخوه اخرين وي كاين زينب وكاين يحيى اللهم بارك خوتي صغار هادو صغار اللهم بارك الوالده الوالده توفات في 2011 الله يرحمها الله يرحمها ربات بيت وي ربات اللهم بارك قول لي اخي عاود لي على الدراسه الدراسه كي داز كي كانت الابتدائي الاعدادي في الابتدائي كنت ديك التريم والشاي بحكم انني زيد في واحد البيئه خايبه كيف كنا كنقولوا عاود لنا خايب مع واحد سميت بيئه خايبه يقول هذا مصطلح انا عارف فريمون البيئه لاين درجه كتخيب ولكن بغيت بنادم يسمع على قداش هذا مصطلح عام يقدر شي واحد تلقاه كبر في شي كارتي يقول لك انا كبر في واحد البيئه خايبه فوالا فوالا مثلا بزاف فاش كيسمعوا مثلا ود حي شعبي هذا كيتخيل مثلا بحال مثلا في كازا الناس ديال كازا يكون مثلا تعرفوا الحي المحمدي مثلا قرب السلطان تيقولوا كيدنوش هادو احياء مثلا هذا الشيء كنقصدوا بالاحياء الشعبيه هادو احياء اللي كانوا فيهم فنانين اللي كانوا خرجوا منهم مثلا ممثلين خرجوا منهم مثلا رجال اعمال الاحياء اللي كنا فيهم حنا ما كاينش فيهم هذا الشيء كاع فيهم غير اجرام فيهم غير فيهم الريحه ديال الباديه يعني مثلا فاش كنا كنحلوا عينينا كنشوفوا مثلا غير اجرام غير القتل القتل زعما شفنا قدام عينينا حنا صغار ماشي زعما كانوا يعاودوا لينا ولا شي حاجه كاين دابا اللي كبر حياته كامل وما عمر شاف شي جريمه لا شي انا شفت شي ثلاثه ولا شي حاجه بحال هكا بعدا مقطع لي الدو غير سبعه بنادم انت عبد واحد من البنات زعما داكشي في الصغر صعيب ان الانسان يكبر زعما يستوي يكبر زعما انسان كاين عاوتاني كنشوفوا كاين واحد الفئه اخرى اللي مثلا الحلم ديالو انه يشري حمار باش يدير لك كبر وصار باش يدير لي هادو بدنا هادو كانوا مثلا دراري بدنا كانوا مثلا كيتجمعوا كيبقى خدام 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 كيشري مثلا كيشري مثلا حولي وكيطلع واحد الربيع وكيبدا يوكلو باش يدير فهمتي يعني ما كاينش قدامك هذاك القدوه اللي كاين قدامك هذاك الاحياء احياء اللي ما كاينينش فيهم مثلا ما كيخرجش منهم مثلا شي فنان ولا مثلا شي حاجه كان غير اجرام غير الفقر دابا خاي الا حسبنا انت والاخ ديالك كاين شي امثله اخرى ديال الشباب خرجوا من داك الكار كاين سميتو كاين ايوب فتحي مزيان تنعرفو في دبي دري تبارك الله عليه انا هذاك الدري زعما انا كنشوف زعما الثلاثه انا واسامه وايوب فتحي اللي نقدروا نقولوا اونتربرونور اللي تحولنا من داك الحي كاينين الدراري اللي كانوا فنانه شويه بعد علينا مثلا بحال الزوبر هلال تاوم تما بحال عادل تاوي عادل تاوي حتى هما هادو جوج اللي كانوا في الارش الثلاث انا مثلا انا واسامه وايوب فتحي اللي كنا مثلا تحولنا من تما مثلا اونتربرونور اللي كنسموا دابا حاليا 2022 اونتربرونور يعني مزيان وخير الحمد لله وانتم خيت تجروا لنا واحد المئه من تما ودوك المئه يجروا 10000 اخي وغاد هذاك هو الهدف زعما هذاك هو هذاك الحي هذاك الحي كيف قلت لك انا شنو كنسميه مقبره ديال الاحلام اخي الاحياء اخي اللي تكون شويه طايحه فهمتي تيكون صعيبه لا قداش جيتي قلتي للدراري حتى شي حلم واعر يضحكوا عليك ويجيب لك الشريف باش كتروا ولا ما كاينش انا اصلا دابا فاش كنتفكر مثلا كنتفكر الطفوله ديالي ما كانش عندي حلم كاع دابا فاش كنتفكر كنقول مثلا شحال كتقول لي شتي صغير اشنو كنتي باغي تخرج انا فاش كنحاول نتفكر ما كنلقاش ما كانش عندنا ما كانش حتى شي واحد يقول لك اجي اش غتكبر اشنو غتولي حيت مثلا نقولوا طبيب انا فاش حليت عيني كبرت ما كانت حتى شي طبيب خرج من عندنا طبيب مهندس حتى شي واحد ما خرج عندنا مهندس تما يعني حتى هذاك المثال اللي غتقول مثلا راه مثلا غتقول لك امك راه ولد فلان كان هذا انت خرج ما كاينش يعني يعني كتكون خارج يعني عينك مغمضه ما عارفش ليش شنو كاين حتى شي حاجه كتخرج كتلعب كره كتضرب كتجي صافي كترجع للدار هاد الشيء اللي كنسميه زعما من اسوء الاحياء ماشي زعما ان حي شعبي مثلا كيف قلت لك بيه بحال الاحياء ديال المدينه القديمه الحي المحمدي اللي كناس يكبروا قدام فنانه كبروا قدامهم لا كاين ما كاين ولد فلانه دار شي حاجه فهمتي عندنا تلقى كاع ناس في سونترال وخرج وزاره وخرج مقاومين وخرج بينما ديك المنطقه بالضبط ديال الحي مولاي رشيد وهذا ما عمرك كتشوف مثلا شي مثال اللي غديروا انت قدوه ما واش انت مثلا انت كتشوف راسك هو بين قوسين احسن واحد ديك الحي اللي عندي اللي تلبس مزيان وهذا ما كاينش واحد اخر مثلا اللي احسن منك اللي غتقول خصني نولد فلان مثلا راه عنده الدكتوراه ولا عنده شي حاجه اللي غتقدر تبغي توصل ليه ولا بحال قلتي شي يكون طموح شي يكون محدود وي وي ديما كتشوف ديك لي وسيرتو خاي شي شحال من مره تنبقاو تندوف فيها المحيط اخويا مهم تيبان لي شي واحد النهار واحد تيدوي لي كذا 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 ثلاث ساعات هذوك راه تيترينو يوميا راه يتستيل عايش في دبي قول ليه جي عيش عندنا هنايا وقول علما ان كاين بزاف الناس باش ما نعمموش كاين بزاف الناس في دبي ما كيترينيوش يوميا ولكن هذا يعني شي كيقارن راسو هو كونتربرونور تبارك الله في المغرب واصل مع دي زونتربرونور صحابنا اللي تما قلت هذوك راه الساط عايشين في دبي راه هنا يتستيل شحال تنضيعوا ديال الوقت في شي حوايج
المهم هذا موضوع جانب اخر. حنا تندوي على المحيط المحيط. وتصور معايا واحد زاد في دبي الطموح ديالو شنو هو؟ مع الصغر زاد القناطيح حتى الساحه بغى يفوتها، بغيت اخويا نفوت انا بايطاج نجد زاديتي لقيت الديور عاديين وهي بالسيما راه باغي فهمتي صافي ديالك هو السيما، ما عمر بنت لك شي عماره طالعه بالجاج. كاين واحد الفرق عاوتاني، واحد الحاجه كتلعب دور كبير دابا، ما كانش ديك الساعه السوشيال ميديا مثلا دابا كيف قلت لك قبيله راه ما كاينش شي واحد دابا مثلا في المغرب كيف ما كان غتقول لي ستريم ولايف ما غيعرفوش، اش تمشي دير ستريم ولايف تيخدم اونلاين، هذا راه حاجه كبيره ديك الساعه راه ما كاينش حاجه السوشيال يعني المحيط ديالك الناس اللي دايرين معاك عائلتك هذا هو البلاف. الى عائلتك كلهم مثلا فاشلين لونطواج ديالك كيفاش فاشل كيفاش انت غتنجح؟ يعني واحد الورقه بيضاء الدري كيتزاد كيتزاد ورقه بيضاء، هذا الشيء اللي كيكتب فيه الناس هو اللي تيخرج. ديك الورقه البيضاء شكون اللي غيكتب لك فيها شي حاجه اللي هي مزيان؟ من الوالدين ديالك اللي اصلا من الكاريان وما قارينش مشاو تما، المحيط ديالك العائله ديالك كيفاش غتكون هذيك امتى حنا تما غنسمعوا الانتربرونوري كيفاش غتمحي داكشي وديك الورقه وتعاود تكتب انت هويتك. ولا مثلا فاش كنا حنا صغار مثلا نقولوا مثلا هذه القضيه مثلا باش تكون اونتربرونور تيخصك واحد السكيلز، تيخصك مثلا سوفت سكيلز، تيخصك مثلا بزاف الحوايج. داكشي كيفاش غتكتسبو وانت ساكن في داك الحي؟ وبين قوسين هذا هو كنعتبره انا مثلا انجاز اللي دابا كنعتبره مثلا في حياتي ماشي الفلوس ولا ماشي حاجه، هي كيفاش غيولي عندك مثلا هذوك السوفت سكيلز، ولا كيفاش غتقدر انك تجلس مع ناس وعندك مثلا واحد لباقه في الهضره تكون مؤدب وانت جاي من داك الحي. زعما هذه اللي كنعتبرها زعما حاجه زوينه انك قدام داك الولاده من جديد. واش اش كتقول عشيري؟ اللي للاسف اخي اللي دابا شي واحدين شافوها في السوشيال ميديا وعاد بغاو يرجعوا ديك الهضره ديال واش عشير تقول عشيري؟ لا ما خدامش داك الشيء. وهذا الشيء علاش ماشي اي واحد كيكون اونتربرون. ماشي اي واحد تقدر مثلا انسان مثلا اللي قرا ولا يكون مثلا ولد داك الحي مثلا ويقرا ويخرج، ولكن واش تقدرش تكون اونتربرونور من داك الحي؟ هي اللي صعيب، حيت اونتربرونور خصك واحد النقط صغار تفاصيل صغار مهمين بزاف. كيفاش تكون دبلوماسي مع ان داك الحي راه العكس ديال الدبلوماسيه، راه العكس ديال البراغماتيه، راه العكس ديال انك انت نقول انا تكون حلقه ديال تاع الدواري الزكي الا دار معاك شي واحد شي مشكله ديما كتفكر في الانتقاد سير جيب الساطوره. وهذا الشيء راه العكس ديال انك اونتربرون. العكس. كمل يا اخي الاعداديه في الابتدائي كنت كنقرا مزيان بحكم ان مثلا احسن حاجه مثلا احسن حاجه وقعات ولا مثلا الحاجه اللي كانت مثلا اللي خلات لي لعبت واحد الدور كبير في حياتي هي دارنا، يعني برا الدار راه خايب، ولكن وسط الدار كاين جو اخر الحمد لله. مثلا كاين الوالد اللي مثلا هو جاي من القيصريه ودير، ولكن كتدخل كتلقى مثلا هاد الجورنال يعني في ديك الساعه ولا بالنسبه لهذاك المحيط هذاك راه قمه الوعي. الانسان داخل الدار وهذا الجورنال تيعمر في الشبكه وحداه الوالده ديالك كتعمر في السودوكو وانت كتدخل الدار، يعني هنا تيكون واحد التضارب وهذه كتلعب دور كبير. مثلا فاش كنت نخرج برا كاينين حنا واحد الخمسه ولا السته دراري برا حنا بحال بحال، نفس اللبس نفس الحاله نفس المضاربه كندور بحال بحال، هذا الشيء غلب هذا الشيء دار هذا بحال بحال، ولكن الحاجه اللي كانت كتلعب دور اللي خلات هاد الدراري هادو دابا كاملين فاش كنشوفهم زعما تيبقاو فيا دبلو، كاين اللي تسطا كاين اللي تشد كاين اللي مات كاين الصديق ديالك اللي قلتي ايوب فتحي هو كان عاود لي اخي شي حوايج قال لي اخي راه واحد الكارتي اخي السيف راه واحد الكارتي حنا ما يمكنش قال لي راه ما يطلعوا منه الا الجنون، قال لي الانجاز اللي درت في حياتي هو هربت من داك الكارتي. لا وبصح دابا مثلا فاش كنمشيو للاحياء ديال كازا ديال كازا بصح كيجيني بعيد على دوك الاحياء بعيد بزاف، كتلقى مثلا واحد القضيه عاوتاني هو هذا الحي هذا الا جيتي بغيتي تهبط مثلا منه السون طرفيل راه عندك تقريبا 6 ساعات المكان بحال خارج على هذاك. وشنو وحنا كبرنا كنسمعوا السوق الاسبوعي حدانا، يعني هاد الحوايج ملي كانوا صعاب هما اللي كنحس بهم انا مثلا خديت واحد الجهد ولا خديت افور كبيره باش انني نمحي داك الشيء نساه ونبدا صفحه جديده. هذيك زعما هذيك هي اللي كان زعما صعيب. ما نقولش اخي نتنساو انما والله الا تعلمتي منه بالعكس مزيان تعرفوا، ماشي بحال شي واحد ما عرفوش تيقول لا راه انا راني مزيود لقى الدنيا مكاده تيقول لك راه حنا تزادينا في الاسوء. لا شفتي شفتيش الاسوء من الذكاء الاجتماعي. واحد وين مثلا انا من الحوايج اللي تيفيدوك في حياتك راه تخبقونا معناتها مثلا شي واحد واع في القرايه كيف القرايه كذا ولكن تهبطو للزنقه تعطيه مثلا شي بياسه تقول لي لا هذا شي عاد يبيع. انا واحد الوقيته اللي كنت ما كان زعما كنت كنتمنى نكون ما عشتش في داك الشيء او لا عاود كنت كنتمنى انني مثلا نكون كملت قرايتي ولا شي حاجه، هي فاش الوقيته فاش
حتى نرجعوا لا ابري بقيت اللي غنتحول من ريسكين انني بغيت نبني بيزنس ديالي انني غنولي اونتربرونور ما فين حسيتش بها صعيبه حيت باش عاد خصني نعرف شكون هو الاونتربرونور شكون هو الانسان اللي هو ناجح في حياته شكون هو الانسان اللي كيستقطب الناس زوينين وكيبقاو كيبغيو حيت مثلا كيفاش كنا اي واحد غادي يجلس حداك غادي يهرب منك الطريقه باش كتهضر باش كتعامل باش كيفاش كتخدم ديما داك السوء النيه ديما داك السوء الظن هادشي كامل راه ما خاصوش يكون فوق لك شي بغيتي تكون اونتربرونور ولا بغيتي تكون انسان ناجح في حياتك كنت كنقرا مزيان بحكم انني كنت لك الجو ديال الدار كان كيساعد والوالد كان ممنوع انك تخرج للزنقه مرصد العشيه هذه كانت ايجابيه في الابتدائي وكانت عندها زعما بحال كانت كدير واحد الاف معاكس اعدادي انا حيت كنت صغير كنت محكوم كنخاف كنقرا كنجي ديما من الاولي هي الاولي الثاني هذه في الابتدائي كطلع الاعدادي شويه كتبدا شويه المراهقه تبدا تخربق لك دماغك شويه مي بقيت غادي مزيان الاعدادي دسو حتى هو مزيان واخا ماشي بحال الابتدائي اللي بداك كنجي من الاول ولا الثاني طلعت الاعدادي وليت كنجح المهم باخر المهم كنجح ما عندي غير كنطلع الثانوي هنا فين كان داك الحاجه اللي خربقات لي حياتي كامله هي واحد السيستم كان في واحد المدرسه تلحقت واحد المدرسه اللي داك العام داك المدرسه قالت لك الا جيتي مع 8 وقسم نسدو عليك الباب ونسدو عليك الباب وخاصك تجيب ولي امرك وانت ولدك الحياة الشعبيه وفي قمه المراهقه ديالك وكتشوف الدراري صحاب وبديتي كتحس شويه براسك حيت لقيت المراه كتحس براسها زعما راك كبرتي وراجع ومعك البنات ومعك هادي وكتمشي تجيب ولي امرك وهادشي امتى وقع النهار الاول ديال المدرسه يعني مثلا غنطلع مثلا من الاعدادي الثانوي غندخلوا مثلا نقولوا نهار واحد في شهر 9 نهار واحد وشحال عندنا تقريبا واحد 40 دقيقه من الدار الليس فاش غتهبط مثلا من تما وانت اول مره غادي تحضر مع راس السيستم كيفاش غادي ومعاش كيدخلوا ومعاش كيخرجوا وصلتي للمدرسه مع 8 وقسم غادي نسدو عليك الباب وهذيك المدرسه عندها دور كبير انها خسراش ماشي ياسر ولا بزاف الناس باقي عاقل في الحاجه اللي ما عمر محال كينا دابا انا ديك المدرسه في مده 3 سنين ديما حدا الباب كاين 1000 واحد هذيك المدرسه مده 3 سنين كامله وانا عاقل عليها والمدرسه دابا كندوز من حداها ديما كنلقاها خير بحال لا فاش تبدل داك الموديل تبدل داك السيستم انا باقي عاقل النهار الاول مشينا دابا قلت تقول لهم ادخل تقرا الله يرحم لك الوالد هذا خطا كبير كان تيوقع خطا كبير انك واحد جات تعطل عليك خرجتيه برا سير جيبوا لي امرك لا وتيتبعوك حتى في المواد الاخرين هذاك تيبقى ديك الورقه ديال الغياب تيجي لك فيها البروف اللي بعد منه تقول له جي انت كنت مغيب والباب حسير خرج اللي بعد منه خرج اللي بعد منه خرج اشنو هي بغيت انتم تخرجونا غير الزنقه ولي الامر ما نجيبوش حتى انا خير راه نقول لك من الاخر كنت كنمشي انت شي صاد صاحبنا عنده شي خو كبير كطلبوه كترغبوه تمشي تجيب داك خوه الكبير تقول لي السلام انا خالو با راه في الصحراء مورا تمايا راه مريحي مع جداتي قرا ليلى ما كدا وتدخل تقرا ما راه تجيب باك راه يقتلك من الاخر انا هذيك النقطه بالذات لعبات داك الطاول الكبير حيت بحال كتحس بعدم العدل انك انا تعطلت 5 دقائق ولا 10 دقائق كاع سير جيبوا لي امر ولي امر اللي داك فداك الوقيته بدا تيبان لهم الفرق ان داك ياسر اللي كان تيقرا مزيان في الابتدائي ومبقاش كيقرا مزيان في الاعدادي دابا غتجي في الليسي وغتقول غتمشي تقول لهم النهار الاول ديال المدرسه يلا اليوم بسم الله يلا معايا ما يمكنش اش كيوقع فاش كيوقع غدا بعد غدا كتولي انت ما دخلتيش 3 ايام يعني فاش كتدخل 3 ايام كيولي خصك تجي ولي امرك ويسيني ويدير هنا كتبقى تكبر اش لقيت راسك لقيت راسي عام كله دخلت فيه شي 12 ساعه واو 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 وعلاش ما تيبانش لك ان دابا علاش ديك الساعه انا ما بانش ليا بلي راه شي حاجه واعره ولا راني داير شي جريمه حيت قلت لك فاش كنخرج برا المدرسه الحركه نايضه داك 1000 واحد خارجين كنمشيو انت ما كتحسش بلي راك درتي شي حاجه اللي هي خايبه اه اذا عمت هانت كون خرجتي بوحدك ولقيتي راسك حدا المدرسه كتقول انا اش كندير خصني نمشي نجيب الام كتخرج كتلقى 1000 واحد ولا 3000 واحد خارجين كتقول 1000 بزاف تكون 1000 واحد تكون تقريبا شي 200 300 ممكن نحسوا راسنا المهم راه في دايره بك الجماعه سمعت دايره بك الجماعه راه اذا عمت هانت لاعبين كره خارجين اشنو وقع ما نجحتش حيت ما دخلتش كاع العام الاخر فاش عاودت العام كطيح في المشكل ديال اللي قراو معاك دراري صغار كتولي وانت باقي غارق وسط المراهقه باقي الهرمونات ديالك مخربقين يعني باقي مخربقه قراو معاك دراري عشان كبار دراري صغار كتعشني في نفس المشكل عاوتاني الا دخلتي عند الاستاذ ما مشيتش معاك كتابك خرج سير جيبوا لي امرك ما تقدرش تجيبوا لي امرك
الا مشيتي لشي ولي امرك غادي يشدوه يبدا يبهدلو فيه مال ولدك ما تيقراش ما تقراش انا كنت كنمشيك انت واحد الصاب واحد واحد الدري صاحبي تيجيب لنا خوه الكبير وليتي في كلمه الجراج المهم عنده خوتو كبار كل واحد تيسير في بيه واحد ما يمكنش هذاك خو يبان مع هذا ويبان مع هذا المهم عرفتش كملي عرفتي وهذاك الحارس العام صاحبي لا ما تيتخلص ما والو الطرافات وهذاك الحارس العام تنتخيل انا تنقول لنا راه كون جبت با كون قتلني والحارس العام ما عارف نقاطي ما عارف والو تيجي تقول ليه ولدك هذا شريف تقول ليه لا انا راه خالو تقول له راه با راه في الصحراء ومو راه معاه في الصحراء وهو راه جالس هنا عند جداه راه ما تيقراش مزيان وراه عطاه الغياب وانا راه ضرب شي ساعتين هو تيشارجي هذا السكريبت لاي واحد وتصورت شي بنت باك يسمع هذه الهضره هذه راه جي يجي يسد عليا الزنقه وحيد ليا داك التيلي جو جي يجي يعدم ليا حياتي اللهم كنت نجي كتدبر شي خساره واحد القضيه واحد القضيه زعما نقدروا غادي نوجهوها مثلا للاباء والاباء المستقبليين ولا شي حاجه ولدك الا مثلا سد عليه الباب ولا منط ولا وقع شي حاجه ما تاخذش كانها جريمه حيت الجريمه هي انك تشدو على حاجه اللي هي بسيطه وتعاقبو ولا انك ديرو ودير ليه شي اضطراب ولا دير ليه شي هذيك هي المشكل اول اللي وقع ليه شي حاجه وكنت ديما فاش فديت كنبارطاجي لي ستوار ديالي كنبارطاجي بحال هادشي باش نوصل للناس حاجه واحده هو ان راه ماشي ولدك الا دار هادي وهادي راه صافي راه ضاع راه كاين بزاف ديال الخدمات اللي يقدروا يخدموهم بلا قرايه كاين اهم حاجه تحافظ على العلاقه ديال العوائل تحافظ على ولدك حنا كملنا قرايتنا الحمد لله ويا ما ضربنا ديال السوايع راه ما يمكنش اصاحبي راه هو بصراحه فهمتي انا اليوم من هذاك اللوم على القرايه راه ما يمكنش 8 12 2 ل 6 راه بزاف اخويا و 7 ل 9 السوايع ترى انا منك راه ما يمكنش تقرا والله الا واحد النهار واحد الصديق ديالي جاب لي ولده في الخميسات قال لي دوي معاه لعل وعسي هذا الله يقرا قلت له اجي عاود لي علاش ما كتقراش هكا جاوبني بزاف اخويا السيم راه كنمشي 8 12 2 6 وتيدوني من 7 ل 9 للزوان راه ما عندي حتى حاجه في حياتي راه عندي المدرسه قلت له اخويا قنعنا هذا السيد هذا عيد لي الزوان قال لي لا لا حيدنا ليه الزوان ما يقراش مزيان قلت له عندك ما دير به يقرا مزيان صيفطو يجيب 10 اصاحبي انت مالك معاه يجيب 5 المهم نجح بخير لا مالك انت غتبقى مضرب ما يقرا مزيان والله ما تهرسوش يطلع شخص واحد انت تعدم له حياته 8 12 2 6 7 9 يجي يمشي ينعس غينوض عاوتاني اول حاجه تجي يفكر فيها المدرسه يمشي الراق الراق يرجع ياكل وقولي وعلاش اشنو كتسنى منه في الاخر اشني هاد الوظيفه زعما اللي درت ولا قول مثلا هادوك اللي دازو قبل منك فينا مولادهم هادوك اللي شدوا ولادهم وكانوا كيسلخوهم وكانوا كيديروا ايه واش كلهم خدموا كاينين شي وحدين نجحوا ولكن واش كلشي وكاين كتلقى راسك خسرتي شي العلاقه ديالك مع ولدك خسرتي ولدك هذيك زعما اللي كان كتبان لك اهم انك تكون سمارت تجي في النص سير تقرا اقرا مع فكرة انا كناكل اللي جبت 12 كناكل العصا جبت 11 كناكل العصا 13 تيجي ليا ايوا صافي 14 كتزقل من العصا يعني كنت عندك 14 كتزكلك من العصا تحت من 14 كتاكل العصا هادشي انت ما محتاجوش في حياتك محتاج انت هي صافي تقرا ولدي الله يرضى عليك وبلا ديك الساعه تقرا وما عندك كتقرا تولي كتنقل كتولي فهمتي كتولي كتنقل انا ما عنديش علاش ننقل خصني باش ما ناكلش العصا ومالي انا على هاد الحاله هادي فهمتي هذاك الستريس تنقول للوالدين حيدوها خير هاد الدراري ويحاولوا يدعموا الشخصيه ديال الدراري دابا كاين العائلات بالاخص العائلات الفلسطينيه من الصغر كيقول لولدهم سيدي فلان سيدي فلان سيدي محمد سيدي هادي اجي تاكل سيدي فلان تيكون مثلا 12 عام وديما تيدخلوا ولادك وتيكبروا وتنفخوا تخيل معايا هذا واحد من 12 عام تبقى تقول لي سيدي فلان تيطلع تيولي سيجيني تيطلع 18 عام تيولي عنده واحد الشخصيه قويه تيولي تيجي لك شركه وتيولي مثلا حاس براسه واخا هو يكون خاوي لداخل ولكن غير الايغو راه طالع راه تتعامل كاين واحد القضيه كنلاحظها بزاف كيديروها الاباء شو عنده واحد الضعف مثلا حتى هو الله يحسن العوان حتى هو انسان مقراش ما دارش ما قادرش انه بار حتى هو فوالا ما قادرش بحال الدومينو جاي من الفوق وجاي حتى كيجي لواحد واحد الابن اللي هو كيفهم تقول زكار اش انا ما خدامش نعاود ندير نعاود نقرا ونعاود نتق في راسي ونعاود نقرا كيفاش غادي نربي ولادي وهذا تما فين كيكون هو بحال هذاك السويش اللي كيتمنى واحد جينيراسيون اخرى ديال الاحفاد اللي غادي مزيان هذاك هو اللي كيبدل هاد الوالدين اش كنلاحظ انه بلاص ما يكون هو ياخذ المبادره ويكون هو داك اللي قلت انه يبدل ويمشي يقلب ويقرا شنو التخصص وكيفاش غنتعامل مع ولدي حيت كيقول لك اي حاجه مثلا في الحياه كتاخذها جديده كيعطيك معاه واحد الكتاب كيفاش تستعملها الا الولد كتجي انت كتحط فيه كاع داك العقد ديالك كاع داك المرض ديالك داك الشيء ديالك بلاصه الاب بلاصه داك الساعه نقول الساعه ما كانش مثلا بلاصه الاب ياخذ مثلا المبادره ويقرا كيفاش خصني نتعامل مع ولدي كيفاش خصني ندير لا كيجي تقطع تقع حبس ماشي مثلا يجي عند ولد بحال دابا مثلا كي قلت لك ما كنتفكرش
فاش كنت صغير شنو هو الحلم ديالي؟ ما عمرني شي واحد سولني قال لي شنو الحلم ديالك، قلت لي باغي نكون شي حاجه. ما كاينش احلام ديك الساعه. واحد قال لي ماشي عن سوء نيه. اه وي راه شي بعض المرات كيكون هو ان النيه ديالو ان راه حسنه، شي يقول راه لا لا شو ما عمرها خير الوالدين كتكون عندها سوء نيه، عمرها كتكون سوء نيه، هو ما عارف هو بان له هذيك هي الطريقه اللي سالكه. حتى هو غير راح يدير واحد التفكير اللي جاي من من زمان من جدو من سميتو كامل اللي كتبقى شي يورج هادشي. كملينا خيط الثانويه اشنو طرا؟ وبعدا كان بعدا واحد القضيه خصنا ندوي عليها حيت ما عمري هضرت عليها ومهمه بزاف. ما عرفتش امتى في حياتي ولا عندي هذا المشكل ديال الهضره، ما زادتش به، ما عرفتش واش شي طيحه واش حاجه خرجات، ما عرفتش خلق لي مشكل كبير. علاش؟ حيت حتى عندنا هذه القضيه تحمر كنبغي نهضر عليها، حيت كاينين بزاف كيعانوا في صمت منهم واحد الكوزا وكيوصلوني بزاف ديال الميساجات اللي ما كنلقى باش نعاونهم. كنقدرش حيت الوقيته اللي كنت زعما هذه حتى هي كان عندها دور كبير اللي ما كملتش قراش. علاش؟ مثلا هذا الشيء كنقول نعاود نقول في الوقيته ديال المراهق، حيت الوقيته ديال المراهق هي الوقيته الصعيبه ديال الولد. انه ولا كيحس براسو راجل، هرمونات مخربقين، التستوستيرون بدات يطلع، كيشوف البنات غيشوفوا فيا هكا، وانت كترفع صبعك باش تهضر وكتمتم. وهذا الشيء شكون اللي ردها عيب ولا شكون اللي ردها؟ راه التلفازه. الى فكرنا الى فكرنا في كاع المسرحيات كاع الكوميديا تيردوا لك كيتمتم، هو الخواف، هو اللي كيتسخر، هو اللي كيضربوه، هو اللي كيقول تي 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 اجي سير بحالك تسخر. هذا الشيء اش دار؟ خلى المجتمع كامل كيشوف هاد الناس اللي عندهم مشكل ديال التلعثم كانه انسان غير سوي، كانه خواف، كانه كتولي كتشير على الطاكسي كتقول لي بغيت نمشي، كيضحك كيزيد يقدر يمشي، تقدر يقول لك مالك اش هو حلالك، تقدر مثلا كتبغي تهز صبعك باش تهضر الاستاذ كتقول لي تا 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 تيقول لك انت مالك تا تا تبغى ديماري، تقدر عمرك تعاود تهز صبعك انت عمرك فوالا. وهنا الصراحه كان واحد الاستاذ ما عرفش واش غايشوف هذا اللايف ولا لا، سميتو نحيله زعما كان زعما الاستاذ هذا زعما من الناس، حتى هو من الناس اللي عاوني في هذه النقطه. علاش؟ حيت كنت كنقرا مزيان في الخامس هذا الشيء، وكنت كنرفع صبعي والكلمه كتخرج على 4 سنين، والدراري كيبقاو كلهم كيضحكوا كيقول لهم هو كيتعطل وكيتمتم وتيخرجها، نتحدى شي واحد اخر يجاوب جاوب بحال هكا. هذيك كتعطيك شويه ديال الثقه في النفس. ابخي فاش كبرت شويه في الاعدادي بقيت كنقدر نديرها، قدرت نرفع صبعي ونقولها. علاش؟ حيت واحد البنت الهيرايا تقدر تشوفني وانا كتعجبني وانا هادي، وقدر الدراري اللي معايا يشوفوني كنتمتم ويبقى يولي يسحبوني غير دوز تشوفني. خصك تكون قبيح، قبيحه تكون ساكت. ابخي يعني حتى خدمت وحتى درس تغلبت عليها وما عنديش مشكل، كنضحك على راسي شوف بغيت تخرج الكلمه هذه فهمتي خديتها. ولكن الناس اخرين اللي ما عندهمش هاد الثقه في النفس ولا ما عندهمش، راه ذابح عليهم مدمره لهم حياتهم. واش نعاود نقولها باقي الى يومنا هذا، اي كوميدي فاشل كيبغي يضحك كيضحك بهذه القضيه، كيجي يحط لك شي شخص بحال ما هكا. اوروبا داروا عليها افلام واعره كيما ديك مالك ديال سبيش هي ديك سبيش اوف كينغ شي حاجه بحال ما هكا ديال هذاك شي حاجه. في المغرب مازال تنعاني منها، وهذه اللي كانت دارت لي مشكل بزاف في القرايه. في هكا في ثانوي صافي بقيت بحال هكا، وفي نفس الوقت انا اللي باغي نلبس نلبس مزيان، والوالد راه ما فحالوش. الوالد راه مثلا هذاك النهار كنت انا اسامه تصدمنا، حيت ما عمرنا سولنا شحال كان كيدخل، حيت ما عمرنا جينا وجلسنا معاه قلنا له شحال. هذا مؤخرا ما كملش حتى هو ماشي بغيش يقول ما قالش لي بحال داكشي اللي دوز هو كنت كيخلي بحال من الطابوهات، واخا ما تيبغيش يهضر فيك باش تكون حسن مني كذا. علاش نبدا نقول لكم انا شنو كندير؟ مرات كيجي مثلا الدار تلقى ميزه مقطعه مالك والو، راه غير تشدات لي مثلا شي حاجه وتقطعات، ما تي داكشي مخليه بينو وبين بينو وبين راسه، ما عمره ما تيعاود ولا شي حاجه. واي سولناه القضيه حيت بكر عزام قلنا ليه شحكتي كتجيب في النشاط كتدخل، ويقول لنا بين قال لنا بين 600 ياك بين 600 حيت قلتي لي قلت لي 600 تاش؟ ياك قلت لي قلنا شي 600 بين 600 و 14 لا قال لك زعما نهار زعما العيان 600 وكاين شي نهار مثلا كتكون فيه 14 انت قلت لي 600 تاش؟ 600 درهم يعني 30 درهم ما بين 30 و 70 درهم. وسام قال لي 600 تاش، قلت زعما تصدمنا حتى حنا ما كناش كنتوقعوا. وتا هادي كنوجهوا هذه القضيه للاباء. انا جلست مع ولدي نهضر معاه، اولدي راه شنو تيوقع ليا في الخدمه، ها شنو تنوقع، ها شنو عندي، ها المشاكل اللي عندي، ها شحال كندخل، ها شحال كنعطيك. دابا شحال من اب تيكون عنده مشكل مع ولده ديال المصروف، لا بغيت نشري حاجه غاليه، لا بغيت ندير، لا نجي عند ولدي نقول له اولدي كندخل 70 درهم، حدا حنا مثلا كنا صغار ويجي با يقول لي مثلا كندخل بين 30 درهم و70 درهم،
راه تحشم تقول لي عطيني. وديك 70 درهم اللي كان كيدخل ولا 30 درهم كان تيحط المصروف 30 درهم 40 درهم في النهار. يعني السيد كان تيخلي 10 دراهم باش كيعاود يمشي في طاكسي الي وطاكسي روتو. هادشي حنا فاش كنا صغار هو شي ما تيعاودوش لينا. وانت باقي راسك داك الساعه خامس كتقول لا واش انا بغيت باغي نلبس حاجه غاليه باغي ندير وما كاينش لا قرايه في دماغك لا والو حيت في دماغك باغي تلبس باغي دير كيف قلنا قبيله ما كاينش هذاك المثال قدامك اللي غتبغي انك تطمح انك ما كاينش حتى الخريطه للمستقبل انت راه جيت تقراوك باش تقرا مزيان باش تخدم مع الدوله انا هذا هو البلان كان عندي قرا مزيان باش تخدم مع الدوله صافي يعني وانت اصلا ما داكشي ما قانعكش غير ضارب الطريق غير كنتجاو نجيبك ويا ما خططت كيفاش نهرب من المدرسه ولكن ما عمرك شافت ديك بريزن بريك ما نجحتش فيها ولكن الحمد لله اخي كملنا قريب والله الا الحمد لله اخي فهمتي كمل يا اخي ياسر صافي عاودت داك العام عاودت العام المره الاخرى يعني ما ليش نقدر العام الثالث ونخلق شي حاجه عاوتاني واعر حيت سيرتو انا صافي وليت سميتي في البلاك ليست طبعا ديك الساعه شفتو الناس سمياتنا لصقون في واحد السبوره عشت نفسي فلان 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 وانا باقا عاقل كان سميتي هي الاولى حيت كنت وقع لي مشكل مع المدير الدارج مع المدير وصقات لي سميتي هي الاولى صافي ديك المدرسه خصني فصلون العام تفصلت هنا عاوتاني رجعوا عاوتاني للوالد بدا الحاجه اللي دابا فاش كنتفكرها كنحشمها انه مشاو قال لي سير دخل شي مدرسه بريفي باش تاخذ نيفو مدرسه بريفي بشحال كانت تقريبا شي 500 درهم وهذا السيد اللي كنا كنقولوا عاوتاني كيجيب بين 30 70 درهم تيبقى داك الشيء تيحاول كيفاش اوبتيميزي باش يخلي لي ديك 500 درهم في الشهر باش ندير بها نخلص بها يتوب هل لا يكمل خاي سرنا يا قيوا خديت هاد الطريقه هادي هي باش عندي نيفو باش وصلت للنيفو فهاد الوقيته هادي شنو كنا بعدا قبل في هاد الشيء ديما انا اسامه كنتلاحظ بزاف ديال الحوايج مثلا كنا كنمشيو لهذوك السواق كنشريو مثلا ديك تيلي جو كنحلوها كنسوديوها كنصايبوها كنبيعوها تخوتينات بيكالا كنشريو مثلا طقشات يعني من الصغر حنا باغيين نمشي كنقلبوا كيفاش ندير ودرنا بزاف د الحوايج تقريبا كانت عندي 10 سنين الساعه اسامه تقريبا ديك الساعه شي 12 عام بيناتنا عامين كنا كنمشيو كنديروا فراشه وكنبيعوا المخاد كنا القليله الايجابيات ديال الاحياء الشعبيه هل واحد ما يمشي بأن مثلا أتاري مثلا ديك لوماس كانت 3000 درهم مثلا 2000 درهم حنا مثلا ديك الساعة ديك الجوطية حدا ولا شحال 20 درهم 30 درهم شي كيديرني مثلا سرالي با مثلا بلاي ستيشن شي لوحة مثلا في الصاج شي بوهات يشدو تحطو ديك الخشة ولا خسر ليهم خاصو شي إصلاح بصحيح ماشي عرفتي راه كان كيجي نتا كيصوت معاك داهية خدام بديك الوقيتة ديال هنا في الوقيتة ديال ليسي هنا فين كان دابا هادشي دابا هادشي اللي قبل من ليسي تقريبا كنت انا اسامه تقريبا بحال كنقراه هو تيقرا بحال يعني في الدار ما كاينش فرق انا في ليسي هنا فين بدينا كان كل واحد تيجي الطريق انا داك الساعه ديت الطريق ديال ما نقولش انحراف ولكن طريق خايب ما كتقراش كتخرجش كتضرب ما تديرش هنا اسامه شويه الانطوائيه عاوناش عز عليه البيسي كبرك في الدار غادي تقاتل في الوش نيفو باك مشى للسونتر مزيان مشى للسونتر يعني شوف الدار شو هما السمروات بجيوش زوين لانه النتيجه من بعد زوينه الحمد لله النتيجه الحمد لله هنا وهاد الوقيته هادي البوان اللي كانت فكره هي اللي كانت زعما كانت فكره كانت خايبه بزاف علاش حيت اخيب حاجه عند الانسان هو تحيد ليه الامل وتحيد ليه الاحلام ويبدا كيدبل عندنا ديك الساعه في 2011 2012 عندي ديك الساعه تقريبا 20 عام 2011 عندي 20 عام مفصول من المدرسه توفات الوالده فاش توفات الوالده اوتوماتيكمون الوالد ديك الساعه مابقاش كيخدم يعني عندك 20 عام شوف الظروف هنا ما خدامش مع هادي كنمشي ندفع السيكوريتي كتدفع السيكوريتي كتبقى دري صغير ديك الساعه باقي صغير ور ويلا بديت الله جوج زغبات وتمشي تخدم سيكوريتي يجريو عليك خصهم شي واحد اللي يكون عامر وطويل وغيدير انت ما غتصلحش شنو الخدمه اللي غتصلح كيناش 20 عام وصغير تخدم ما غتصلحك هنا كنت كنمشي كناخذ شي مثلا حوايج ديال كتشري حوايج مثلا شي حته الماركه كنشريها من هنا ب 50 درهم كنبقى كندور بها في شي سوق كنبيعها ب 70 درهم نجيب 20 درهم نجمعها نشري سروال بحال هكا كندور دخل واحد خالي وقيله شاف لي خدمه اجون سيكيريتي اخيرا فواحد لوطيل يلاه كيتبنى حتى حد ما غيشوفني شنو خدمتي كنقابل النجاره ودوك اللي خدامه لا شي واحد يهرب شي حاجه
وراك عارف دابا الخدمه ديالك برقاك وكيطلعوا عليك هذاك مزيان راه وجاي انت بارك وصدق. هادشي شحال عندك 20 عام يعني وهنا 20 عام وعامر طرابش عامر عقد خارج من ديك البيئه وشحال ديال الضغط وداك القضيه ديال الهضره اللي كنت نقول لك وزيد 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 وشوف مناش باش عندك 20 عام ديك الساعه في اوتيل وفي اوتيل اللي كاين في كازا يلاه كيتبن بعد ديك الساعه ما تبناش ساعه يلاه طوب وديك كنمشيو حنا باش كنبقاو حاضرين وكنواقف كتخرج من الدار مع 6 الصباح وشوف اخي انا راه دابا غادي نكون فخور في لوكا ديالك لبستك نتايا تجي نمشي بالحديده وتجي قدام سوفيتر غير ندوز قدام سوفيتر في كازا راه نبتسم لا لا ماشي نقول باك هذا الشيء كامل كان كيتبنى وانا كنسيكيري غير هاد اللقطه اجا اخي تخليني متفيمه مره ما جوج ما ثلاثه في هذوك لي روم كنت كنفكر حيت لي روم الصراحه كانوا تقريبا قربوا ديك الساعه سالي وكندخل وكتعرف لي روم كيفاش تخدموا هذا جانا هذاك تعرف فديك الوقيته شوف يعني حتى ديك الصغور اللي كدوز وكتكرفاص وكتبيع وكتشوف الباكسي ديالك كتخلي عندك نقدروا نقولوا واحد شويه ديال الزهر في الجيناس طلعوا لك الجوق في الجيناس ما كترضاش كتبغي ديفلوبي راسك يعني حتى هذه راه نقدر نعتبروها نعتبروها نعمه ولا شي حاجه انك ربحتي في القمره ديال الجيناس. انا لي هنا في هذه الوقيته هذه داخل وسط داك لوطيل كنمشي مع 6 الصباح كنمشي في الطوبيس مع 6 الصباح حيت خصني نوصل وسط لوطيل نكون وسط لوطيل مع 7 اه والسيكيريتي ما كيخدموش 8 د الصباح كيخدموا 12 ساعه الا كان داكشي تبدل دابا ما عرفتش ديك الساعه 12 ساعه كنخدموا ديك الساعه مع 7 د الصباح كنساليو تقريبا حتى 7 د العشيه اه شي 7 د العشيه وكتخو 7 خصك تستنى حتى كلشي يخرج يعني كتكون ديك 7 ونص عاد كتشد الطوبيس عاوتاني كتوصل للدار مع 8 ونص 1500 درهم كان ديك الساعه 1500 اه ديك الساعه كانت تقريبا 1500 درهم شحال عندك 20 عام يعني هنا اللي كنرجع تنقولوا كتبدا كيبدا الاحلام يموتوا كيبدا ديك الشمعه كتبدا تطفى اه الورده كتبدا وهادي اصعب حاجه صافي صعب ما تبقاش بان لك الطريق ما فقدتي الامال غير تضرب في ليا شي ما بغاوش الدراري دابا تتاقلم المشكله كتتاقلم كتولي حتى ديك الانسان حيت دابا كنتفكر في ديك الوقيته شنو الاحلام ديالي هي نلقى شي خدمه اللي نقدر نهز بها كريدي ناخذ ابارطومون طوموبيل اه ولا طوموبيل صعيبه داك الساعه ابارطومون سكن اقتصادي ونجلس ونتزوج انا وخبز وبراد هذاك هو في هذ الوقيته كنتفكر صافي ديك الساعه ولا هو الحلم في هذاك الوقيته دوزت شهر كانوا ديما داك السكرتي كيقول لي سير اودي قلب على راسك سير اودي تعلم حرفه راك باقي صغير حيت فريمون كنت كنبان صغير 20 عام كنبان صغير قدامه كان ديك الساعه نصيحه من عند شخص زعما اللي غتحتارم في هذيك الوقيته في البودير تيقول لي يا وسيد تعلم النجار سير تعلم طولي غدخل 150 درهم في النار زعما هما ديك الساعه هو كاجون سيكيريتي كتبان لي 150 درهم في النار حلم شنو درت خرج دفعت للسونتر مشيت للسونتر باغي ندفع للسونتر للسونتر ديال بغيت ميكانيك ديال الطوموبيل مشيت للسونتر دفعت لستيا ولا لستيا دوزت نجحت نجحش في الاستيا خصني 600 درهم باش نخلص لا سيرو تخلص المش كنقول ما عنديش بقيت كنتقاسم نتقاسم نتقاسم جمعت 300 درهم مشيت عند الوالد انا عندي مع ديك راه خايب نخلص لي البريفي وما درتش والو وعندي شحال ديال شحال ديال المضاربات شحال ديال المشاكل شحال ديال الصداع مشيت عنده جبت له ورقه فرحان غنقرا في السنتر انت راه نجحت قبلوني وانت خصني 600 درهم هاهي 300 وغنقرا وديك الساعه راه فريمون بغيت نتبدل فريمون قلت غتكون اخر فرصه ليا نقدر ندير بها شي حاجه او ضيع شي شحال من حاجه في حياتك وجرب شي الخدمه السيكيريتي كي دايره وجرب شي تخدم 12 ساعه وتبقى واقف هادي ويقول لي قال لي دابا انت غتقرا دابا انت رجعت للشكاره ديك لا ذكريات ما يمكنش ولا مشيتي شحال من مره رجع مره ولا مشيتي دابا انت غتهز الشكاره هذيك الساعه كنبان لي قبيح كنضارب بزاف وما كنقراش وديما خارج ديما ما كتجي معطل ديما يعني بحال بديت كنبان لي داك الدري اللي خرج لي تفقد فيه اه سيرتو ان كاين واحد المثال في الدار ديال اسامه اللي رونكي البيسي ديالو وقع ديك الساعه بانشيم دو بالله اه بارك في بانشيم دو يقدر مثلا شاتي يتعلم شي حاجه ديال هنا فين قلت لي زعما فارقنا ويقول لي انت غتهز الشكاره وغتمشي تقرا لي سير ولدي وقطع داك الورقه وبقيت كنبكي 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 شوف دابا ما بغاش داك الساعه داك كتكون باقي ما نضجتيش كتقول ما تيحملنيش انا اش درت ليه
انا ما درت لي والو انا هذه حيت دابا فاش كتوصل زعما انك تكون ناضج ولا تكون تبدا تفكر مزيان هي كتولي كتلوم راسك في اي حاجه الانسان فاش يكون كيلوم الشخص الاخر عرفوا باقي ما وصلش لواحد المستوى ديالنا يسبها في اي واحد تقدر تقرع تطيح نقول لك لا حطيت هادي عوجه اي حاجه كتوقع الانسان فاش كيبدا يقول لا راه انا السبب اي حاجه وقع لك في المغرب غادي في الطوموبيل راه كيف ما طرا واحد النهار انا دايز وتشتت لي الجاج تشتت لي الجاج ديال الطوموبيل شنو قلت قلت انا اللي حمار دايز من هنا وعارف كاين الماتش صافي سالينا الزقراص ما نقولش راه زقت الوالدين راه زفوا عليا انت انا اللي كنت سير بلاص قلت انا اللي حمار كنت عارف اليوم يلعبوا بالماتش ودزت من هنا وقع لك شي مشكل مع مقاطعه مع شي حاجه انا السبب انني درت هكا انا اللي عايش هنا انا اللي درت هكا انا اللي خرجت ليها ديما انا فاش كتوصل لهاد القضيه كتولي كتعرف كتصرف مع راسك داك الساعه علاش ما بغانيش علاش هادي خرجت عاوتاني كنهز ايفي كنمشي نقلب شنو الصعيب وشنو الحاجه زعما اللي زعما كتجي صعيبه هو 20 عام باقي صغير 20 عام وماشي 20 عام راه كاين طموح فهمتي كاين احلام كتحس براسك باغي ولكن داكشي كيف ديموت انا عاوتاني دخل عشان واحد خالي وشاف واحد الشخص اخر تيعرفو باش هذيك باش يدخلني لواحد الشركه ديال الشكلاط الشركه ديال الشكلاط كنخدموا 7 السوايع في السيمانه بالنهار 7 السوايع في الصباح السيمانه الجايه 7 السوايع في العشيه السيمانه وراها 7 السوايع بالليل 8 السوايع زعما 8 ماشي مشكل راه نتقاد كتخدم عاوتاني هنا كتخدم هنا كيبداو يهزوا عليك سير هز الصاك سير طلع الفوق سير جي سير هادي معاش دخلتي معاش هادي هادشي كنحس براسي عاوتاني غادي عاوتاني كندبل غادي عاوتاني في الاخر عاوتاني شحال الكونطرا كان فيها شهر شهر وانت كدير التمر في الاخر قال لك الكونطرا عندك فيها شهر الشهر كان واحد انا خيصت نقول لك حفظك الله مزيان ملي فيها شهر خرجتي من تما في الاخر تعاود لينا كملت كانت كونطرا كنت كلشي سيدي كون راه باقي لدابا ديك الشركه ديال الشكلاط فوالا من وراها عاوتاني شوف هادشي دابا انا واش من وراها قالوا لك بسلامه من ورا داك الشهر ولا عاودوا يجددوا معاك لا راه الشهر غير شي واحد كان كونجي مسقوني في هذاك الشهر والحمد لله مزيان لا بخير اما الخطير اخي هو كون كان شي سيدي كون هضرت معايا راه بسمع لازم ياسر معايا راه دير دير سميتها البوترفلاي افكت كاين علاش ديما كنقول راه ديما في الحياه ديال الانسان كيدخلوا بزاف ديال العوامل راه ما تقدرش مثلا دابا تقول راه هذا الشخص هذا علاش ديتو مثلا وعيشتو في هذيك الحياه ولا كبرتو مع هاد الوالدين غادي يخرج بحال هذا لا راه حاجه غير صغيره كدوز لك من حياتك راه كتبدل لك عاوتاني كلشي خرجت من تم بعدا اصلا واحد القضيه خصني ندوي عليها راه مهمه بزاف وسط هاد الشيء اللي كامل كي ديموتيفي تخيل معايا واحد القديم عمري ننسى واحد السيده من العائله مشات عند واحد السيد اخر من العائله قالت لي عافاك لما شوف لي يسر شي خدمه وخا في البلديه شوف لي البلديه يجمع الزبل راه داك زعما هاد السيد راه خاصو يخدم راه دارنا في حاله مش راه خاصو يخدم اخي انا كنامن الواحد ما خصوش يريح لان الواحد ملي كيريح غادي يولي سواء دابا حنا تندوي على الخدمه شنو نامن اخوني يخدمي ب 1200 درهم وما يريحش لان من الواحد ملي يريح تيوليو المشاكل راه يعني هاد السيد هذا شافتها من واحد الجانب زوين ان راه ياسر الا تيكبر في لاج وما كايناش خدمه راه يمشي يدير شي مشكل ولكن زعما انا كيفاش شفتها زعما ما تقتلش فهمتي ما تقتلش الامل ديال الدراسة غادي ما كنشوفو بحال هكا 20 عام خصك تكون زعما يقدر هذاك الجيل مثلا ما تيعرفوش لكن حنا دابا في هذا الجيل اللي كاين قدامنا بزاف ديال الناس بحال مثلا كي كاين نوبات السوشيال ميديا كلشي ولا تيعرف اونلاين ما مسموحش لك بحال هكا دري عنده 20 عام وتقول ليه سير جمع الزبل في البلديه حيت عاوتاني كيف قلنا تقدر تدخل ورا دابا باقي كنجمع الزبل في البلديه اشنو علاش ما تقولش خاين نقول كاع دابا شي واحد اللي كان تيسمع لا تيجمع الزبل في البلديه سو ستيل باقي ستيل باقي كاين امال يعني فهمتي فوالا حيت ماشي حيت في هذيك الوقيته انا كيفاش كنت كنشوف راسي كنت كنقول خليه فهمتي خلي الامل ما تشدش ما تشدش واحد وتكلاصي تقول صافي راه ما بقاش نخدم صافي خصو يكون هنا وهذه زعما بقات ليا في بالي بزاف في العكس ولا النقيض ديال شي زعما اللي كان زوين بحال مثلا ديك الاستاذه ديال الاعلاميات مثلا في الليسي هدف العام الاخر ليا في الليسي وكنت من داك النوع القباح اللي كنت زعما كي قلت لك وباقي عاقل انها هي كانت قالت لي الاساسي دا كاملين جاو عندها قال لها وجا عندك فلان ردي منه البال راه مسخ حتى هادي حتى هي تزيدوا يعني علاش كتزيد تكلاسي زعما راه دا قدرت تكون انت كاع شي زوين مع شي واحد فهمتي يعني تيمشوا عنده حتى هو تيقول لها رد بال حنا كنا معروفين تاس 14 تصور دابا انت مثلا هير جينا نقراو مع السلام عليكم المشكله احسن النقاط كاينين تمايا
واحسن التلاميذ كندراسه كاينين تما على قبل قال لك التاسعه 14 واحد التاسعه مفقود فيها الامل غادي نجمعوا فيها احسن التلاميذ مع اسوء التلاميذ وغادي نديروا 60 40 60 مزيان و40 مزيان باش 40 يتجروا مع هاد 60 مع هاد 60 هادو اللي طرا هو هادوك 100% ولات كامله مع اكبر المشاغبين واحسن وحدين كيقراو ولدرجه ان مثلا كنكونوا داخلين شي استاذ تيقول له رد بالك اخونا راك طرح عندك اسوء قسم والاستاذ تيتعامل معك من الديوان اسوء قسم تيخوف كلشي الناس شي كاين مشكل كبير ديال الاساسيات شتي دابا علاش دابا مثلا ضغاو زياره معاهم ويزيدوا مثلا حيت قال لك فواحد الوقيته كان اللي ما تلقى ما تيدير كيمشي كيدفع كيولي استاذ وقال لك بان راه ديك المهنه ديال الاستاذ راه عندها واحد التاثير كبير على الجينيراسيون كامله راه الاستاذ الا ما كانش كيفهم مثلا السيكولوجي وما تعرفش يتعامل مع التلاميذ وكذا غادي يخرج عليه بحال ما تيعطيكم هذا المثال قدر انا نكون مزيان ويجي هو يهرسك حاليا لقاو بلي راه فريمون كاين واحد ما كيستاهلش يكون استاذ غير حيت كتجي ساهله تمشي تدفع عليها وتنجح تولي شاد القسم وتولي خارج هذاك القسم كامل بغاو يديروا واحد الفلتر ديال مينيموم اكيد انا دابا سميتو غادي يكون يعرف هذا البلان احسن مني هو على الاقل واش يقرا مثلا عامين من فوق الباك ولا شي حاجه عاد باش تقدر مثلا تدفع تكون استاذ باش تقرا مثلا التلاميذ وماشي مثلا غير مالقيتي باش ديرها تمشي تدفع ولا عندك مثلا واحد الجيل انك تربيه وانك تعلمو كتولي خارج عليك صافي اخي هادشي فاش ما جيتي ما خاصوش يكون فهمتي الطب خاص يمشي ليه شي واحد اللي باغي الطب استاذ خاص يمشي ليه شي واحد اللي تيبغي التعليم انا ما نطلعش معلم علاش بحال دابا تنشرح لي ياسر يقول لي ما فهمتش غادي نبقى ساكت واحد شويه غادي نعاود نزيد نشرح ليه يقول لي ما فهمتش هادشي نقول لها نوصف انت دونك انا من الاول خاص ولكن راه كاين معايا شي وحدين تنعرفهم صحابي دابا راهم معلمين واساتذه اللي نفس الكاركتر ديالي راه ما حاملش بنادم تبقى حتى هو كيقول لي وهذا هو اللي سولو علاش درتيها على قبل ما لقاش البادي وهذا راه مشكل كبير خاصك دير انت حيت انت باغي وعندك خاطر انك هذاك اللي قال لك عرفتي شناهي راه انا تنعقل شي اساتذه خايف حياتي بحال واحد الاستاذ متكرو بالسميه سميتو السيد داناو هذا تيقرا في الاعداد هذا راه شي سته المرات تنقول له والله استاذ ما فهمتش وضحك عليا القسم كامل وقال لي اسمع وليدي قول لي شنو ما فهمتيش جلس كنشرح ليه وقال لي لا ماشي هكا خويا براسك خويا من كلشي وجلس كيشرح ليا ولا يومين هذا كنسترجع هذه اللقطه هذه ديال هذا استاذ ما قالش لك المكلخ لا ولدك اش قربك كاع المدرسه ملي انت ما فاهمش اش قربك المدرسه انت وانا هاد اللقطه هادي من انا من راسي ما عنديش يعني هنا الواحد بدا يصنف راسو خو انا نصلح لهاد المهنه وما نصلحش لهاد المهنه ودابا هاد الاستاذه كانوا كينصحوا واحد كانت صغيره دابا تقريبا ما كانش فرق كبير وقال بيننا وبينها في العمر قرب اخي ياسر لهنايا كانت استاذه صغيره يعني قال لها دابا انت صغيره يلا غتبداي وهاديك ردي البال من هاديك هذاك وانا علاش انا هادوك حيت كانوا هما قباح يعني كتقباح هاديك الاستاذه نهار الاول في الشباك هي صغيره تعاطفش معها علاش حيت هادوك الصغيورين الدراري الصغيورين اللي كانوا اللي تيخافوا من الاخرين القباح كيبداو يتسرعوا عليها هنا كتبقى انت كتدافع عليها بعدو مني سيرو دوز استاذ الاخر ديالك زادت هادي واحد النهار سولاتنا قالت لينا قولي لنا واش كتعرفوش لونغاز ديال البروغراماسيون باقي عاقل عليها قلت لها جافا هاد جافا انا ديك الساعه كيفاش عرفتها من التليفون كانوا ساعه العاب جافا ديك الساعه كتطلع لك في الاول جافا كيفاش قلتها ولا كيفاش عرفتها ولا كيفاش درتها دابا ما عرفتش داك الساعه كيفاش قلت لها جافا ويتصدم واش هذا هو اللي تيقولوا عليه هذاك بوحدو جاوب على هذا القضيه قلت له برافو برافو عليك هاد برافو عليك ما سمعتش واحد السنين ما سمعتهاش هذه عطاتني واحد الثقه منا انني وليت باغي ندخل عندها فوالا باغي ندخل عندها باش تقول لي عشان نجي برافو قرا عشان ماشي عارف هنا فاش بدات كتعطينا في الدروس وداك الشيء لقيت راسي انني مثلا مادام كان عزيز عليا البيسي وداك الشيء داك الثقه في النفس كتقول شوف انا كنعرف البيسي كنعرف الانفورماتيك كنعرف ندير نقدر شي ممكن كنعرف الخدمه هادو كاملين فاش بديت كتقرا داك الساعه الالكوريزم لقيت راسي كنمشي معاه مزيان وليت عزيز عليها وليت كتقول واقيلا هذا غير مظلوم حيت علاش ما عمرني مثلا غوات ما عمرني داش ما عمرني هادي ما عمرني كدوي معايا كنلقاني بحال اللي قلتي عرفت لو فون ديالي دي 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 كيدير بقات كتعامل معايا زوين وهاد النقط فاش كتخرج لا سميتها البيلتا اش شنو عندي واحد جوج ثلاثه اربعه عندي 20 غيناري عندي عندي البينير صفر واحد 20 عندي 20 انفورماتيك 20 وكانت ديما كتقول لي انت راه شنو المشكل اللي عندك شنو هادي انا ما عارفش كي قلت لك ديك الساعه صافي بديتي ديك الساعه مشيتي في هذاك الموج هاد النقطه بقات لي مهمه ديال انت راك واعر في الانفورماتيك
يعني راه تقدر مثلا نهار كد هنا في مور داك المشاكل اللي كانوا وقعوا كاملين وخرجتي من الخدمه قلبتي ما لقيتيش ما درتيش بعتي وشريتي الاساريه بعتي التيكي واحد الوقيته في هاد الوقيته كاملين وسام مشى في الاونلاين كد واخا نتو بعض القطه وعجباتني هي هادي ديال برافو وحق الله انا مشيت بقيت نتفكر على الاستاذ كانت كتقول لي جي مشيتي انت رجل عظيم وباقي تكبر وتولي رجل عظيم ورجع بدا نقول زعما راه هادشي بقى تشد التلاميذ بدايه الخوف بسيطه الدوله بدايه الخوف المواطن وكلشي نخون 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 شنو راه خرجت عطاتني تفرقع ولا المهم عطاني شي نتيجه مزيانه ماشي مشكل ماشي شتي المغاربه مي زواو شتي عندك وين المغربي وين رد بالك من الناس تعبانه هاد الارهاب هذا والارهاب بصح عندك تفكير كبير خلينا عايشين مزيان المغاربه فيهم الخير كذا ولاد الناس كلشي الله يعمرها دار الاداره مزيانه هذاك راه حمار تيعنفجنا في الاداره ولكن الناس الله يعمرها دار ونبقاو نعمموا خير الميساج المزيانين ونقول الشباب طلق الكود باش كيقولوا مثلا راه واحد المغربي اختار مثلا ديك اللعيبه ديال الاكسجين كذا راه بامكانه نصيبوا الكمامات وهذا راه علاش عطي واحد الجو اللي هو بوزيتيف ماشي راه هو نقدروا نديروا هذه ما قدرش شي وحده اخرى حتى هو شي مشيتي صايب واخا مثلا ديك اللعيبه ديال الاكسجين تقول لك تقامت برا غاليه واحد المغربي صايبها واحد المغربي صايب هادي من هنايا خصو شويه ديال الثقه في النفس راه كاينين كفاءات اللي يديروا العجب اخي كاين والله الا كاين ومن غير نقولوا كي فهاد لوكا هذا كاين ما كاينش المهم غير شي ديك البوزيتيفيتي غادي يكون عندها الثمار ديالها ولو بعد مده شي ملي كتقول لي عايش في الكآبه ما كتنوضش حتى مع الصباح كتقول لا لا صافي بالك ما كاين والو وحتى واحد القديمه خاسر والو ماشي خاسر والو والديك ما خاسر والو ما خاسر والو بالعكس رابح راك غادي في التيم قول خيرا او اسمه صافي قول هذا ميساج ديال راسو كلمه زوين زوين ولا اسكت احنا مثلا استاذ شحال مره نقول استاذ ولا معلم ولا مثلا ولا اي واحد مثلا اب ولا شي حاجه ديما بلاصه ما تقول بلاصه ما تقول ليه انت مكلخ ولي دابا ولدي تعلم مزيان داكشي اللي كدير فيه ما خاسر والو راه بحال كتلوح نفس الكلمه كتلوح اللهم كل حاجه مزيان بحال دابا الاستاذه بقيت عاقل على هذه القضيه بزاف مع انني سولني شي استاذ اخر ما عقلت على حتى واحد لا سمياتهم ولا وجوههم ولا حتى شي حاجه الاستاذه بقيت عاقل على بوحدها والاستاذ ديال الخامس حيت كبرتي دابا شحال من عام راه تقريبا 2007 من 2007 مع الدار شحال من عام وباقي عاقل وباقي زعما كنهضر معاه دابا في الانستغرام وباقي عزيزه عليا وباقي شنو دارت قالت لي برافو قالت لي انت راه ماشي ديال هادشي فهمت يعني في ديك الساعه كان واحد الجفاف عاطفي فهمتي كنتي وصلتي لواحد كتسناش عجل يتشد فيها بحال قلتي شي واحد كيتسناش غادي يقول لي انت راه مزيان شوف سمعوا زعما راه قال لي مزيان هنا في مور داكشي كامل في المونديال ديال الانديه اللي كان هنا في المغرب 2014 ولا 2013 ديك الساعه انا كنبيعو كنشري اي حاجه اي حاجه كان اسامه دوز شي سميتهم دوز شوراق شرا تيكيتات كيشري اونلاين وكيعطي كنبقاو ديما كنرجعو كنرجعو لاسامه ديما عنده الفضل بزاف ديال الحوايج الحمد لله كيبداو كيشريو الصفحه هذاك الشيء دوزي في الزنقه راه ولا خلاك تبيع ديك التيكي مثلا اونلاين جاك انت كتبيع كتبيع تريكو تبيع كذا هي ديك التيكي سهله وباش من اليوم طالعين ديك الساعه مثلا واش عرفوش يدوز مثلا من الاونلاين يشري تيكي تيجي تعطي فيها مثلا 1000 درهم سيرتو مثلا اللي دوز في الايامات الاولى وساله ومن السيت من بعد بعد ملي شي ولي باغي شي ماشي يلقاها كيشري باي ثمن سيرتو ماتشات ديال الفينال دراج جاود اللي وصلوا حتى 1000 درهم 1500 درهم كتجيك كي كي نيغوسي الماتش عطاك شحال ما بغيتي تعطي هنا انا في هاد الوراق بقيت كنبيع تقريبا واحد في المونديال كل جمعت 10000 درهم راس المال ما يمكنش مزيان لا هذا في كبدايه كبدايه عراق 20000 درهم لا وقلاش على شي 10000 غتكون انت وقلي لي 20 10000 درهم في ديك الساعه اللي كنتي كتخدم 12 ساعه 1500 درهم في مركوبك في كل شيء بحال اللي كتقول وقلاش فيه فلوس هادشي ديال ما غاديش تقول اونلاين ماشي حاجه هادشي ديال البيسر وقال فيه الفلوس نقدر ندير عاوتاني نفس القضيه نبيع شي حاجه اجي اش درت شديت داك 10000 درهم درت جوج حوايج مشيت عند السيد من العائله قلت ليه عندي 10000 درهم واش كاين شي واحد نعطيها ليه ويدخلني نخدم مرسم في الدوله في اي بلاصه نعطي 10000 درهم ومشيت عند اسامه قلت لي اسامه واش كاين شي حاجه ربح منا الفلوس في الانترنت هي اللي هنا فين قال لي راه واحد الدومين يلاه غادي نبدا نخدم فيه
راه مثلا عرفش راه يلا غادي نتعلم لا باش تدخل هذه بشويه ديال التليفون اش مثلا اونلاين كتشوف كنشوف مثلا ديك الساعه كان مثلا غالاك يلا البادي هذا قليل في المغرب دوزو مثلا من فناق فرنسا ولا شي حاجه تنبيعو هنا فوالا كيجي واحد عاقل على شي فيديو ديك حتى المعالج مع دي اش اي كذا بلاص وهذا ديك الساعه كتجي مثلا بياسه واحده وهذا انا فاهم حتى هو شي بيع كنشدو بحال هكا العيب باش اونلاين حتى هو يبيع في الواقع من اونلاين اوفلاين اخي راه هي الهجره فيها راه شو تعرف بزاف ديال الشباب يطايني يجي علي اكسبريس اليومين هادو باخر كتلقى مدخل مصاريف تيشري بياسات تيجيبهم تيبيعهم هنايا مره كتعكس الديوان وبالعكس انا تنقول اخي الديوان ما تبروكيش بهذا المسلاتو قول لها شحال تخلص دابا باش تعجبني في تايلاند ما كايناش بلوكيت لك سلاتك ما كاينش هذا المنطق بلوكي لي ريكون كوزميتيك ولا شي حاجه سلعه عاديه ما فيها حتى شي ضرر غتعطي الفاكتوره او حاجه اخرى اخي في الداشيل ديال تايلاند اللي ما كايناش في الداشيل ديال المغرب نتمنى يمشيو يخدموا عليها جيب لي الفاكتوره للدار ما عطيتش ما خلصتكش ما عطينيش السلعه اش كيدير لك تما في تايلاند الو السلام عليكم عندك 80000 درهم عندك 8000 اورو ديال ليكيبارون ديال 8000 اورو ديال الديوانه تقول لها مرحبا تمشي لك السلعه حتى للدار تيقول لك هاك خلص كتخلص تينزل لك سلعتك انا خصك على المطار طلع لي المطار وماشي رانا في التضبط هذاك التراجي ديال المطار طياره باش نمشي ديال مركز لا وداك المطار ما بين بيرو كاينه جبده وتمشي من بيرو جبده ومن بيرو جبده ومن بيرو جبده وتتمشي لهاد البيرو الاولاني تعاود ديك البيرو الثاني ومن داك البيرو الثاني ترجع لداك الاولاني ومن داك الاولاني حتى مره كنخلي له السلعه وتنزل شوف الدوله خاصها تدخل الفلوس قلتي الديوانه مرحبا اعطيني شحال نخلص تبلوكي هذا ما خاص هاد الكلمه هادي ديال تبلوكي هادي هي اللي ما تنحملش انايا في المغرب فريمون تبلوكي علاش تبلوكي قول لي شحال وبالعكس مزيان الدوله تستافد عندك اخويا قد خلص ويكون داكشي واضح ولا عمر كتسول وكتقول لي مثلا عطينا غير شي لعيبه اللي كتبازع على باش كتحدد اسمينا تيقول لك ما بحال هادشي الصوره داك خونا الا ما بلوكيتيش ليه غادي يبقى يجي ويجي وكيخلص اما تد بلوكي صافي سليمه يطفي طفي الضو وسال او هاكا خاينا تنقول زعما راه البوتونسييل الدراري هادو تيشريو من الانترنيت كدا شي لعيبه تيبيعوهم الدراري تلقاهم بساط فهمتي راه ماشي شي دري زعما داير شي تجار دا ولا اما الكبار زعما شي وحلو كان ديال اشعير لا خاي يكون حتى هو اذا باش نعرفو حتى الكبار حتى هما حتى الكبار راه غيتشي وحلو هاد الموضوع جبدناه في اللايف اللي بعد حتى فهمتي تخايل حتى مازيراتي كتبروك عليهم سلعه الديوانة فيراري كتبروك عليهم سلعه الديوانة جاكوار كانت جايه الجاجه ديالي بقات حاصله في الديوانه حتى العليع تنقول له انا ما سوقيش تقول لي اخويا السيمو ولا كتعرف شي واحد تقول له دخلنيش انا بهذا الفيلم هذا واش انا مكوموندي جاجه تخلصات صافي خاص تحضر الجاجه خدمتكم شي 20 يوم والجاجه معطله هاد 20 يوم راه الحمد لله هاد المره شي فرانات مع واحد الشركه راه ضاربه شي شهرين كنتسنى في الفرانات فهمتي يعني ماشي اخي ما شوف هاد المشكل ما كاينش غير عند الصغار كاين حتى عند الكبار كاين هادي ماشي كاين مشكل في سميتو في الشيبينغ في العالم كامل كلشي تيعطل هادي قياس تاع عاوتاني شي سبلاي كامل شي نرجعو لك انت بو ياسر قول لينا اخي من ورا ما تبعو التيكيتات المونديال خلات البركه حضر راس المال انا كتكون داك الصدمه ديال او هادشي زعما هادشي جاب هادشي ما يمكنش انا فاش قلت جوج انت ربطتها للبيسي دونك هاد البيسي راه تيخرج منه شي حاجه حيت اصلا في الصغر قبل ما نتفرقوا قلنا في الطريق كنت نجلس في البيسات انا تيعجبني كنعرف نفورماتي واخا باغي صغير وقاد قد درت جوج القطع سولت واحد السيد من العائله قلت ليه واحد نعطيه 10000 درهم ودخلني مرسم في شي بلاصه وقلت لاسامه واش كاينه شي حاجه نقدروا نخدموا ندخل منها الفلوس قال لي اجي غادي نتعلم انا الدومين يلا بديت فيه ما عنديش زعما باش غنفيدك بزاف راه يلا بديت دخل باش تتعلم قلت ليه شنو قال لي كتاخد شي اوبن سورس وكتبدل ليه الديزاين ديالو وكتحطو في السطر هذاك هو الريسكي ريسكينه شنو خاين تاخد 10000 درهم شنو شريتي بها شنو خديت بها بيسي بلا نضادر ديال الشوف كان عندك مشكل ديال الشوف كان عندي مشكل ديال الشوف وخليت شي لاخر حيت عارف راسي غادي نسد عليه حيت عارف بقاش غنسد عليا وعارف ان خصني نسكتو الوالد ما نقولش ليه عطينا نحيدوا ليه الواي فاي نحيدوا ليه مثلا نخلصوا ليه مثلا شي حاجه حيت انا ما خلصناش ليه الواي فاي ولا الموضوع غيقطعوا واحد النهار فاق لقى اسامه مع 4 الصباح مخدم البيسي ويغوت ويهز البيسي ويرسوا ليه شنو جا دير
ما كانش عارف بلي شي شنو كيسحبك انت كتدخل كتبقى مكونيكتي ولا تدخل كتضيع الوقت كتضيع الوقت كتضيع الضوء المهم هو الضوء ماشي الوقت داك الساعه الوقت ضيع راسك مود عليك الضوء ارا ندخلوا نبداو نتعلموا نشوفوا هادشي شنو وهنا هنا فاش كنهضروا على الخدمه اونلاين كاين بحال قلتي كاين نقولوا مثلا في الايكون كاين بيزوس وجاكما وكاين هذاك خينا اللي كيحط مثلا كيمشي كيهز واحد الارتيكل وتيحطو مثلا في الماركت وفاش كيتباع ليه كيهزو وكيمشي ليفري الراس هذا هذا اللي كنسميه انقادي داك الاونلاين انقادي يعني بحال اللي قلتي مثلا قبيله كيمشي كيبيع شي حاجه فهذا باغي ينقد راسو الريسك ديك الساعه خديناه بحال هكا باغي ينقد راسو ما غنفكرش فيه كبزنس اصلا ما عنديش ديك الساعه السكيلز ولا مثلا انت تتعلم مزيان فوالا باغي نقد يعني غنقلب كيفاش نخدم خديت الريسك كانه انقاذ غنتعلم هادشي باش غنلوح باش غندخل باش غندي تقريبا واحد شي 4 شهور ولا 5 شهور حتى انا ديك الساعه شنو الحاجه مثلا اللي كانت عاونتني ديك الساعه وخلات نبقى جالس 5 شهور واخا الزيروات واخا والو حيت ما كاينش والو من غير الفيكس هادشي غير صغار زعما كاين راه ما كاين لا طافيه البوله ما كاين لا فرص الفرص كاع ما كاينه لا ما كاين حتى شي واش قلت واحد الكلمه باقي عقلك ديما زعما حاطه في بالك كنت بحال فاش كتبقى تسمع في العائله هذا كتجي من العائله راه قدو قدها وكملت قرايتها هذا غادي انا بحال كتحس ديك الساعه بحال الاضواء كلهم عليك هذاك راه ما داير والو هذاك راه شي الدار هذاك راه شي بيت قلت غنتخبى شي البيسي غنحلو غنتخبى فيه الله يجعلني اما نتعلم وندخل فلوس ولا غادي نموت قدام قلت بحال ماك قلت غنموت قدامه اومو غادي يقولوا راه صافي راه مشى راه تقاتل ومشى غاديش نبقى انا كل مره غاديش نبقى غاديش نبقى كل مره كنجي كل مره نجيب شي مونتي ولا شي فوالا كل مره بنادم كيبدا مثلا تيقول لك بحال قلت لك قبيله حتى ولا كتوصل انك انت راه كتلبس وكتحاول تشوف مع الدريه وكتبغي تخرج كتجي واحد من العائله تقول لي شوفوا لي خدم في البلديه نجي غدا كنجمع الزبل في البلديه قدام فهمتي قال لي قلتي كيبداو يحط موفك كتولي تقول اللهم نتخبى اللهم الا كانت الموت قدام بيسا وانا كنتقاتل وكنحاول غيقولوا حتى عائلتي حتى مثلا خوتي الصغار حتى خويا حتى الواد يقولوا راه بعدا راه كان كيتقاتل حاول يدير وكيف قلت لك برا البيسي ما كان والو بقيت بعد من وراها كنشوف الدولار الاول الدولار الثاني باقي عاقل وصلت $8 ماشي ما تصورتش جاتني قداش نهايه $8 $8 علاش حيت انا حسبتها للشهر ضربتيها في 30 ضربتها في 30 كتبان لي اكثر من داك السيكيريتي اللي كنت ماشي السيكيريتي اللي حيتي منه داك لي شهر شكون اللي بدا تيدخل الفلوس الاول انت ولا الاخ لا اسامه يعني انت كنتي سابقه اسامه كان ديجا جاك شي شيك قبل جاك اي يعني وقلتيها لي يعني درها باخر يعني انت راك انا في الشهر نفس الشهر شدينا فيه بجوج والله مع كنت باغي نقول لك راه القطعه هذه جات تكون زوينه بحال كون شفتي الاخ ديال السبقه كتكون بادي وانت تاعك راه واش لا انا العارف ولكن كان قبل كان خدام وفي دومينات اخرين خدام وكان كيتخلص وديجا الباك جراوند ديال ديجا عندي مع استاذ فوتوشوب شويه بي اش بي شويه لعيبات هذا الريسكي اللي بدينا تقريبا قد قدك ساكن يلاه باد بالله اما من ناحيه زعما انا على زعما قلت راه كاين ما يدار حيت كان ديجا اصلا ديك الساعه كيتخلص ماشي من ريسكين من ضمن اخرين يعني كانت كتعرف راه كاين المهم هادشي تاع الجلسه قدام البيسي راه كاين المطلوب هنا من حسن الحظ ان شحال شحال جا الويسترن تحويله الاول اول وحده كيفاش باقي عاقل على كيفاش جات اول وحده كانت فيها 80 دولار اول وحده 80 اورو ولا 80 دولار ولا اورو عرفتش بالضبط اللي من وراها كانت 500 اللي من وراها كانت 1200 دابا عاقل دخل داك الكارتي عندكم ب 1200 تحس براسك كتحكموا انا جبت 4000 درهم ومشيت قابس الدواري ديكي حسيت براسي صافي اشنو درنا بها باقي عاقل ديك هذيك 500 وهاد القضيه الصراحه كانت فينا زوين حنا كما كخوت مرموط ديال الوالده مر داكشي كنا سوليد بزاف بيناتنا تخيل هذيك 80 دولار الاولى صافي اتفقنا باللي غنخلصوا الماء ونخلصوا الماء ديك 80 دولار يعني ماشي ما كتعرفش واش غتدخل بزاف نهار دخلنا 500 هزينا السعر ديال الدار ما عارفش واش غتبقى واش ما غتبقاش بنت عندي 1200 مشيت عند الوالد دابا كنعاود شحال من مره الوالد مسكين باقي عاقل جاي من القصريه وجاي يديرها كرفاس قلت لك قلت لي شحال خاصك في الشهر حيت كندوي معاه بالاشاره حيت ما كيسمعش هذا القطاع الواد ما كيسمعش واش كندوي معاه بالاشاره قلت لي شحال خاصك في الشهر باش تبقى ناعس
50 درهم في النار. قلت لي شوف كان عطاك انا 1500 في الشهر وسام 1500 في الشهر ويقول لي واش صاحب قال له غادي نكون صارف تطالون دي هكا صارف كيفاش ني حيت دابا هذا الشيء غير 3 شهور ماشي مثلا بانوا عليك الفلوس بديتي بشويه بشويه بديتي مره كتعطيه مره غادي انت من هنا جيتي عنده قلتي لي غندير لك شهريه لا من ديك السنه درهم لي باش يعطيني باش ندخل الصون من الصون جيت تقول لي سيفتي عليه قلت له كيف لا راه حنا خدامين وكنخدموا لي عشي حل شي خدمه في الشركه ورقاتك 4000 درهم قال لي تبقى تعطي انت شويه خوك شويه وانا شويه واش تمشي بارط ساكن اقتصادي باخر هاد الكلمه هادي اللي كان قالها ما دارش عليها العام كل واحد فينا عنده ابارطمون ديالو وتوشنا لي ابارطمون ديالو ماشي ساكن اقتصادي الحمد لله فعام ما كاينش ما دارش عليه حيت تقريبا فاش بدينا في الريسكين بدينا ماخذ الصراحه وقت بزاف علاش حيت كنا باركين كنخدم النهار بالليل وحتى ديك القضيه ديال خدمه كبرت واخر اهم حاجه وتصدع لاصق وحتى عاونتنا الطبع ديالنا في ديك الوقيته حنا انطوائي ما عندنا مع بشار وسيرتو داك الكارتي بدا شي بالينا باش قلنا لك انت نطويتي الاخ ديالك اللي قال انطوائي هاني انت راك انت خارج وكدور ونشك انت اللي تطويتي هو شي حاجه اللي تنحييك على اخي لان راه صعيب تكون موالف يوميا وتجمع الطول وحتى قلت قبيله يعني صعيب زعما اللي كان مفتخر به ماشي مثلا نجحتي في حياتك ولا درتي بيزنس ديالك ولا درتي هي خرجتي من داك المحيط وما كتبانش دابا باللي راك ولد داك المحيط يعني وكيفاش مثلا راه مثلا فاش كنا كنتلاقاو مع شخصيات كبار في المغرب وهذا ما كنتيش كتبان باللي راك داك الشيء دابا تريحوا مع شي واحد ما عمره ديروا لي ديك الدوار يتزيكي ولا وليتي كنت على الكارتي ديالك هذا انجاز زعما زعما كنفتخر به صافي هنا كدير هذيك القضيه ديال فاش كتوصل انك كتشري مثلا الدار ديالك الطوموبيل ديالك كتوصل هذاك الحلم المغربي وكتعيط تضرب السقف كدوز داك السقف الاولاني صافي هذاك السقف ديك السما الاولى اللي مطراسين كلشي تيطمحي قيسه قصتيها وكتوصل لهذيك ديال كتوصل لهنا كتوصل ان الفلوس ماشي هي السعاده فاش كتوصل لهذا البوان هذا يعني حيت الفلوس هي السعاده الى حد ما الى ما عندكش داك البيزيك اللي كتقلب من البيزيك الفلوس هي السعاده هنا فاش وصلنا للمستوى هذا ما بقاش داك السعاده الفلوس هي السعاده هنا عاد بدات حياتي كتبدل علاش عاد وليت كنشوف العيوب ديالي علاش قلت لك مثلا الفيديو هذا كنت كنحط في الاول ما تعجبنيش راسي حيت داك الساعه ماشي حاولت نخدم على راسي نقرا نتعلم نشوف نخرج ساعات غير دخلت الفلوس بديت كنبارطاجي مع الناس وديك الفرحه وحتى انني كنت كنشوف ما كاينينش ناس بزاف كنشوف مثلا ستيمولايف كيبارطاجي تيهضر هنا تيدير انا بغيت نبارطاجي انا بغيت نبان نقول للناس شوفوني راه انا اللي كنتو حاكريني راه انا اللي كنت كندير راه انا هاشم باللي كنحترمك اخي سير انا في الاول كنت ديك اللعبه ديال المشاركه هي باش نقول لهم راه انا راه درت شي حاجه من بعد عاد اثبات الذات عاد من بعد عاد جات ديك القضيه ديال صافا فريمون راه حنا درنا شي بركه راه الناس هادو راه محتاجين اجي نصلح السي وان هذه القضيه قاسيه المشترك بين بزاف ديال الدراري تيخرجوا من ظروف قاسيه في الصغر تيبارطاجيو في الكبر باركونت الناس اللي تيكونوا مستر عليهم الله نورمال وداروا شي حاجه ابخي ما تيبارطاجيوش ما علاش الكومبيتيسيون شي حاجه من الناس ديال الفقر غير اللي داز من الفقر اولا كنظن ان زعما عامل كثير ان زعما هذه قضيه بيولوجيه ان الانسان من الازل تيحاول انه يفاليدي راسو قدام المجتمع حيت الانسان كان اكثر انواع ديال العذاب ولا داك هو طرد من القبيل الا رتي يقدر ياكلو شي سبع يقدر يدير كيحاول انه وسط القبيله انه يفاليدي راسو انه يدير شي حاجه انا راه كنعرف نهضر انا راه كنصحح انا هادي باش يخليو واحد المكان الاجتماعي فوالا يعني هذاك اللي عنده الفلوس لا هذاك اللي عنده الاجتماعي راك مينتي اخي الدار ديال شي لعيب كان يمكنك تقصد راسك وتبين المجتمع ولكن ما تبارطاجيش مع الدراري نقول لك انا علاش مثلا بحال دابا هذاك مثلا اللي كان عنده الفلوس ولا داك هذاك مفاليدي راسو قدام المجتمع بقرايته مثلا بزاف ديال الحوايج مفاليدي راسك عندك الساعه فاش تري الدار داكشي ما مفاليديش راسي قدام المجتمع مفاليدي راسي قدام راسي قدام الناس اللي دايرين بيا اما باش تغوت وتقول للعالم كامل واه عباد الله راه فاليدي راسي هذا هو هذا ما مارك زكربرغ ما يحتاجش انه مثلا يفاليدي راسي باش كيما مثلا تواضع كذا هذا ديجا راه مكلاسي من واحد
فوالا يعني اي واحد مثلا كي قلت لك هكا الطبيعه مثلا غنجيو مثلا غنجلسوا مثلا شي واحد مثلا اللي كيدير لي ميسكي راسي عام غتجلسوا غيجبد لك ميسكي راسي باغي فاليدي راسه لا لا غير غير لان تلقى داك الطومين اللي كيعجبو نو انا كنحس لا كتكون حتى كتسمى ميزه تنافسيه بالنسبه ليه هوايا مثلا بالنسبه ليه هوايا راه مثلا عنده واحد الميزه التنافسيه هي ان مثلا عنده ميسكي راسه خاصو يبينها للناس ان راه شي نتايا مثلا واحد احسن من بزاف اللي هما مثلا انا كنقول مع شي ضريح ماشي دراري صحابي تيدوا في الميسكيلاسيون وداك الشيء حتى هما تبارك الله ولكن تنقول هي لان داك الطومين تيعجبهم بزاف فهمتي تيعجبهم وصافي ماشي زعما باش يقول لهم انا انا حاكم هاد الطومين هذا ماشي غاديش انه مش غاديش انه مثلا غير يهضر عليها راه كيبينها في لبسو كيبينها في مشيتو كيبينها في كل شيء كيبني على داك الشيء اللي هو مثلا كيدير تصاور هذه مثلا ما كيتبينش مثلا ولا بس حوايج خصو مثلا يبين انه فوالا هذيك مهم هذيك 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 حاجه بيولوجيه عند الانسان هكا المهم فداك الساعه اللي الساعه بديت كنبارطاجي بديت كندير بدون وعي بدون زعما ما نقول واش نستحق واش عندي داك انا ديك الساعه كنبارطاجي نقول ها شنو درت انا ما عنديش انا ما درتش ولكن كنتي كتعاودي التجربه ديالك شي حاجه مزيانه فوالا انا هذيك الساعه شنو الحاجه اللي كنت كنحاول نوصل للناس هي كنت كنشوف مثلا اغلب الناس اللي كيبارطاجيو ولا تيهضروا ما تيحاول كيهضر بواحد واحد العلي واحد العلو ولا هذاك ان انا شوف قريت هنا درت هنا درت هنا باش نجحت ما عمري سمعت مثلا من غيرك شي واحد اللي غايقول لهم انا راه ولد هذا الحي راه ما قريتش راه ما عنديش الباك راه عندي مشكل في الهضره عندي مشكل في لونغي عندي ودرت ونجحت انا كنت كنحاول نكون هذاك هذاك الشخص اللي ما غاديش نخليو اي واحد غيبغي يهضر غيبغي مثلا مثلا يموتيفي غير موتيفي واحد الطبق راه كاين هذيك النسبه الكبيره اللي خاص اصلا تخدم ما كتقاش علاش حيت ديما اصلا داك الانسان ديما عنده داك هذاك الانحياز ديال هذاك الشخص راه نجح حيت هذاك هذاك دار حيت دابا مثلا ايوا دابا راه حاليا دابا نقدر نهضر نقول لك وراه نجحت حيت بديتي بكري وراه حيت بديتي في 2015 راه بديتي في 2014 راه حيت خوك دار راه حيت با حيت بديتو في 2007 فوالا راه حيت نتوما حيت بديتو في 2016 فهمت دابا كل واحد حيت بدا حيت لا راه حيت واقيلا راه حيت دار ايامات كانت الهوته انا نقول لك وحده واحد هذه ديما تتقال وي راه ديما بالعكس راه دابا جدو دار الفلوس في ايامات الهوته كانوا القرادير خاطين وكذا وديما كتبقى تقول وهادي الهضره انا نقول لك وحده واعره راه وحده واعره سمعتها عليا انا وياك اسامه ديال حيت نتوما كنتو صغار وعز عليكم خربقوا في التيليجوب داكشي نجحت والله حتى سمعت يعني الانسان خاصو يقلب لك على شي حاجه زوينه وراه عندنا الحمد لله حنا الشباب المغربي كلشي عنده مع التفنكيش وعنده مع التيليجوب نجاح مزيان هادشي نجاح فوالا صافي هادشي فاش قلت لك وصلت داك 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 السقف ديال العيش الكريم ما بقاش الفلوس هي السعاده ارى لي هنا نقلب على شنو هي السعاده ارى لي ديك الساعه ديك الساعه شنو كنبغي هنا في هذه المرحله هذه هي فين بديت كنتعرف على ناس زوينين خرجت من المحيط خرجت من الدار خرجت من هنا عاود ناخي يسر على هذه المرحله هذه هذه المرحله المهم كانت مهمه في حياتي وهي اللي كنت غبرت فيها مور داك السنين ديال ريسكين حيت اصلا اي واحد خرج من داك خرج من داك الورطه اللي كان فيها في حياته دار شويه الفلوس كيمشي لتايلاند كيمشي حج لبالي بالي ماليزيا ماليزيا اوروبوليك الطيران بالخص اي في دي جهه قبل هاد العيله المهم ديك الساعه داكشي اللي كدير كتمشي تسافر كتمشي لبالي كتمشي لتايلاند كتلبس كتمشي لمراكش في المغرب مراكش تايلاند با من وراها عاد فاش كتلاقى مع ناس وكانت هذه زعما الحوايج الواعر انني تعرفت عليكم انت والدراري وتعرفت على لي اونتربرونور الكبار ديال المغرب رجال الاعمال الكبار ديال المغرب كيفاش اخي تعرفت عليهم هذيك قصه زوينه بزاف كان واحد الولد سميتو ياسين هذا الولد كيخدم حتى هو معنا لي جو فيديو في الريسكين وكان دري زوين مؤدب زوين كيهضر معايا كيسولني كنجاوب ما كنعرفوش ما كنشوفو ما والو غير انه دري مؤدب وزوين كنهضرو وكيسولني اسئله زعما اللي نقدر نجاوبو في لي جو فيديو كيسول اسئله منطقيه ديما كنجاوبو ديما مزيان واحد النهار ويصيفط ليا ميساج ياسر انا راه كان في كندا ياسر انا راه جيت للمغرب عندي فاغي يومين وغادي نرجع انا راه في كازا بغيت نشوفك قلت ليه مرحبا اخي ياسين قال لي واش نتلاقاو فشي ريستو فشي حاجه قلت ليه حسن فشي ريستو صافي هضرنا على اش من ريستو نتلاقاو فيها صافي نلبس غادي نخرج عنده ويصيفط ليا ياسر خويا عافاك واش نقدر نتلاقاو في دار عمي
قال لي راه نتلاقاو في دار عمي. الحاجه طاحت لي في بالي حم شكون هو شوف شي دار في شي قنت مع بشي طاجين نبقاو علاش غنهضروا حنا كنا دايرين نتلاقاو في واحد الريسطو زوينه انا وياه وديما كانت عندي داك الانطباع على الناس الكبار ناس كبير ناس كبار ما غنتفاهموش معاهم غنبقاو ساكتين يبقى يخبر لينا اش كديروا ولدي ولا شنو داكشي ولكن حشمش منه مادام صافي دوزنا الكلمه قلت لي ماشي مشكل فصيفط ليا لوكاليزاسيون بحكم انني ولد كازا وعارف اول حاجه درتها قلت هاد اللوكيشن ماشي احسن بلاصه في كازا ماشي ديال طاجين هاد اللوكيشن ماشي ديال طاجين احسن بلاصه في كاليفورنيا فوالا كاليفورنيا احسن بلاصه في كازا في كاليفورنيا كي كنزومي زون فيلا اوكي صافا بعدا ما غاديش تلقى بعدا ماشي هذاك ماديش تلقى الطاجين ماشي طاجين كطاجين راه اما الطاجين ما دابين انا دابر بالنسبه لشي طاجين فاش مشيت كنلقى باللي راك كتعرفو تلاقيتي معاه من اغنياء المغرب صديق ديال الملك كان زوج ديال السفيرة ديال المغرب مهم السيد عنده مشاريع بزاف في المغرب والسيد نيكست ليفل في هذا وشعبي انا جلسو كنهضروا بلي راه ياسين عاود ليا علاك وهادي بقينا كنضحكوا داز البال يعني السيد انا وليت عزيز عليه بحكم انه تاهو داز من ظروف وهذا انا بقينا كنتلاقاو بزاف السيد كنكونوا كنهضروا كيقول لي شكون بغيتي شي مولد الشركه هادي نلاقيك معاه الو جي عندي للدار كتسمع فلان جي للدار كتسمع حوجه صافي داز هنا وهنا هنا وقع لي واحد الشوك انا فاش لقيت معاه اول مره لاحظت حيت الوقيته اللي بديت كندير الفلوس بديت كنخدم وخرجت برا باش كنسحب راسي وصافي وليت انسان زوين بخير سافا عرفت البريستيج كيفاش كيكون ديني كنمشي لريستورات زوينين كنلبسو زوين كنخرجو كنلبسو لي مارك كتظن واش انت بديتي كتوصل لذاك البلافو الزوين ديال غتكون صافا هذا عندي واحد العباره قالها الحسن الثاني الله يرحمه قال ديما كنبقى فهمتي قال لك ممكن دير الفلوس ولكن ما عمرك تولي برجواز وديما اخي ديما فهمتي تنعيش اخي بهذه العباره هذه ديال درنا الفلوس ولكن ما عمرنا غادي نكونوا برجواز داكشي كتولد داكشي لاحظتها هذه القضيه تنقول ميبي ولادي شي حاجه ما انا جار المهم اطلس في برجواز ماشي هادشي دابا في المغرب ما بقاش داك البروتوكول بزاف وداكشي بزاف وملي لاحظنا فاش ما كنتلاقاو لا هادشي ما بقاش الفوق لكن ولا الوسط دابا ورثات واحد الطبقه اللي بغيتي ديريها كوم باغي نفس وكيتقاد تبرد راه ما كاين والو فاش مشيت تما كنتصدم اول حاجه الطريقه ديال الهضره الطريقه ديال اللبس لي بروجي لي بيزنس موديل الناس كيفاش كيهضروا الناس طائرات خاصه الناس فين كيسافروا فين كيديروا كيفاش كيهضروا مع ولادهم كيفاش انا وصلت لمرحله ديال خاصني بيزنس موديل باش نتلاقى مع الناس ونقول اش كدير كندير ريسكين لا خاصني بس هذه اول حاجه ثاني حاجه خاصني ندير اعاده النظر بزاد الافكار عندي خاصني نبقى خاصني نتعلم وماشي غنتعلم غير بيزنس ولا شي حاجه راه ما كنعرف الدنيا والو كتشوف مثلا واحد اونتربرونور تيعرف ما معنى اونتربرونور اش خاصك باش تكون اونتربرونور طريقه باش تخطط طريقه باش تلبس كيفاش تتعامل مع الناس قلت لك سوفت سكيلز بزاف ديال الحوايج وكتلقى هاد الناس هادو او مثلا اونتربرونور وكيدو معاك مثلا في الفيلوسوفي ولا معاك مثلا في شي حاجه مثلا بسيشي كيهضر معاك كتقول واش هادشي ضروري هادشي ضروري باش تكون اونتربرونور تكون عندك شويه من هنا شويه من هنا يكون عندك عقل نقدي هذا اللي زعما كان مهم بزاف الشغل بديت كنسمع هادشي تنقول ستوب وهادشي معز جات قريبا من وراه جا الكونفيرم واخا انا بديت البزنس في 2018 حبست الريسكين اوج العطاء ديال الفلوس تدخل خدام كانوا مشاكل صغار ولكن شنو السبب السبب الاول ما خاصش شحال من واحد يعرف هذه القضيه شنو السبب انت بقى لك في الريسك كتدخلك الفلوس علاش اخي اكزيتيج دابا هنايا عاوتاني غادي نهضروا باش من الناس ما ياخذوش موقف من هكا ريسكي كان خدام وباقي خدام نقدروا ناخذوا شي 10 دقائق ولا ربع ساعه ونهضروا عليه خدام باقي خدام. لا زعما نتايا انا الريسك نعرف قدام باقي قدام انت الفلوس داخله شنو علاش درتي فين درتي علاش ما بقيتيش غادي في الطريق ديال الريسك انا غادي نهضروا غنرجعوا للقضيه الاولى ديال شناهي السعاده ما عنديش السعاده هي الفلوس
علاش نبقى خدام في الريسكين، خدام شي حاجه اللي اصلا كدير ليا مشكل ستريس حل قاتل ديال. هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه هنا بحال ما غاديش نسميوه غرور ولا شي حاجه، ولكن كنشوف راسي انني ما غاديش نبقى مضارب مع الناس. ها هو الكونت ديال ياسر وعزيز لوحو ديروا ليه، ها هو وسد لك الكونت، واش لحقتي الكونت، ها هو راه شفناه البارح سد ليه كونت، شفنا هذه. وكيولي اي واحد كيعتبرك كونكيرون ديالو، هو كيلوح هذه ولا هذه القرعه، انا لحقت معها هذه القرعه بحالي بحال، يعني يقدر يديرها. زيد على انني وليت بغيت فاش نجلس مع الناس، حيت ديك الساعه كنت كنتلاقى مع بزاف وزراء الناس. اش كدير؟ كتولي كتسمع الشيفر دافير. الشيفر دافير في الريسكين نو. شنو هو الشيفر دافير ديالك؟ واش دفعتي البيلون ديالك؟ شحال خلصتي في الياس؟ شحال خلصتي هنا؟ شحال درتي؟ لا خصني بيزنس. وهنا ديك الساعه 2018 كنت الساعه ديك الساعه درت واحد هيوج نمبر كبار، يعني نقدر واحد 10 سنين وانا خدام ترونكي. 10 سنين ما تحتاجش تخدم، ما تحتاجش نخدم ما حتى شي حاجه، نبقى خدام ترونكي. يعني قلت خصني شي حاجه اللي غنكون فاخور بها. مزيان. يعني بديت كنقلب على السعاده ديالي فين كاين، يعني مقاد في ساعه الفلوس. كنحييك اخي على هذه اللقطه، على قداش هادشي تيعيشوه بزاف ديال الشباب. ماشي بزاف وانما بزاف ديال الشباب تيوصلوا واحد الوقيته تقول خويا سيمون دابا باش يدخلوا لي الفلوس وحاس بالمالات، ولا صافي راه حتى حنا دوزناش. خاصك تلقى شي حاجه باش نتقلب على شي حاجه حاصل. انت راه بديت كنجرب هادي وسن ايه كان تيستي، كتقول له باقي كيدخلوك الفلوس من سميتو ما غادي ديرش حتى شي حاجه فراسك حتى ياسر. انا مشيت ديك الساعه 2016 كان عندي واحد السيت تكتب اي كلمه ديال الشاط، شاط اونلاين هو الاول، شاط يزيد عليها شي حاجه هو الاول، 4 مليون فيزيتور من الامريكان كيدخل من الادسنس بركه كبيره. بقيت تنقول دابا انا غادي للعمره وعندي هاد السيت هذا تاع الشاط، راه هما مجموعين تما كيدوا دابا يتصاحب مع هادي ولا دابا يتصاحب مع هادي، دونك خصني نبيع هاد السيت شاط اي بي بوان كوم بوان يو اس سميتو. ترافيك على الشيء، قلت خصني نبيعو ناخذ ديك البركه نمشي نصدقها ونزيد في حالي للعمر. هاني سديت الموضوع تاع الادسنس ما بقى يدخلني حتى ريال، والسي بي اي ديك الوقيته كنت خدام خدام وانا نمشي نوقف مع كاع الشركات. وحق الرب عاد بدات البدايه الاي كوميرس الحقيقيه. اما الاي كوميرس درنا شي ضريبه 2014 2015 كان حتى يدخل تبانات الفلوس، ومشينا نبقى نتسنى 1000 دولار دخلني انا من الاي كوميرس. الحماق هذا، ولكن خاص تنزل الريدو. هذه حضرت لها، حضرت هضرت ليها، وكنتي كانوا دراري المهم منهم الشقار دراري تيجي يقول لك سيمو واش مخلي هذا الشيء، هذا الشيء في الطايره كيقول لك سيمو واش مخلي انت هاد الفلوس كاملين وباغي تبدا في الايكو. غنبدا في الايكو وغنخسر العام الاول، ما غندخلش كيف كندخل في هذا، ولكن غنكمل. وهذه حتى هي كانت عجباتني وبقات لي في بالي، حيت الوقيته اللي كنت انا غادي نبدا انا سمعت نفس الهضره، واش انت كتدخل مثلا ارقام كبار في الريسكي وريسكين فلوس وكان ديك الساعه ساهل كتلوح. وانا الادسنس هذاك السيت وراه اليومين هذاك الشركه اللي منبعناه وغاتقول لك الله يرحم لكم الوالدين بعثوا لنا الثمن قليل، فهمتي اي وباقي وغادي تزيد الترانك كتب شاط اي حاجه هو الاول ما فهمتي راه ودوات معاهم بالطول بغات تشري من عندهم فهمتي حمقهم هذاك السؤال داب باقي اي حاجه تكتب هو الاول وباغي تسمح في هذا الشيء كامل وتبدا عاوتاني الاي كوميرس، ولكن راه هذاك هو الحل. شتي ما حتى تكون شي حاجه متكي عليها بحال ديك العدو امامكم والبحر وراءكم خاص ترجع للمجتمع ديالكم. اما ما حد كانوا كيدخلوني فلوس سي بي اي راه ما بخير، فلوس سي بي اي داخلين فلوس الادسنس داخلين عشان نوض نتحرك وعايش في الطيرون. راك عارف العيشه في الطيرون تعيش ب 5000 دولار مرياح ومجبد رجليك هكا ما تتساليش 6000 شي شهور كنت كنقي 6000 هي 200 دولار في النهار. عرفتي 200 دولار في النهار فرعون المعلم فرعون نازل اون بيرسون في الارض. ولكن هذه القضيه هذه راه ما كتنطبقش على كل شيء، حيت كل واحد وشنو هي عنده السعاده ديالو. كاين اللي مثلا غادي يقول لك انا بخلي لي هذوك الفلوس وغادي نمشي مثلا غنمشي نطلع للجبل ونبقى بارك ودوز لي الفلوس وانا مرتاح. كاين اللي غايقول لك لا انا عاجبني هذا الشيء، انا باغي ندخل مغامره جديده، انا ما باغيش نتلاح، انا خايف. يعني كل واحد، انا ديك الساعه عندي هاس نبيع كل شيء ندير كل شيء ونتلاح من الزر. الحياه هكا لعبه، كنلعب اليوم خسرت طلعت جيم اوفر بلاي اجين نعاود بلاي اجين شحال في عمري. دابا هادشي كامل اللي كنعاود راه 30 عام. لا لا ولكن مزيان اخي ياسر، ريحتي مع ناس زوينين، ريحتي مع سميتو وديك اللعيبه ديال انت مزيان. انا اخي تنقول الحياه كتعلم، يعني هاد المره هادي بريزونتي راسي انا عشت هاد السيتياسيون هادي، ريحت مع دي زانفيستيسور قال لي شنو كدير في 2014 في مصر. هاد السيد هذا تيدوى معايا تيقول لي حنا راه ناويين انفيستو، هما اللي انفيستو في كريم من بعد
سميتو وائل شي حاجه ملي تقول لي رانا وين انفيستي وكذا كذا كذا شنو كدير؟ وقلت ليه سي بي اي وفتاسم خونا ماشي بنت لا صغير حقه وما حملتوش، ولكن مع مرور السنين 2015 بعد سنه تلاقيت مع بحرافي سان. قلت ليه فراسك انت راه عطرتي عليا من السنه اللي فاتت لدابا وراه خليتيني ما بقاش نزيد نغرق في هذا السي بي اي يعني. فهمتي مزيان درنا منه فلوس كذا، قال لي راه جيتي تبني الفالويشن ديال الشركات الاخرى ما كتبنيش شي حاجه تجي. قلت له ولكن انا راه خاص تعرف انا منين جيت. قال لي ولكن درتي فلوس فوالا ما بقاش نسمح لك. شحال درتي؟ قلت ليه قال لي بزاف اخويا كان عليك شحال اللي تسمح في هذا المجال هذا. صافي دير الفلوس باش تعيش خويا، بني شي حاجه معقوله. ولا عقلتي السيمو في واحد اللقاء كان سولني واحد الوتر قال لي شحال كتشيفري؟ قلت له قلت له 50,000 دولار. قلت له هذا العام 50,000 دولار. وهذاك السيد هذاك ناصر وكلشي تشوك. راه يلا بديت راه البيزنس يلا عنده عام. اشنو نكذب عليك نقول لك داكشي اللي درتو، ولكن ارى لي البيزنس مور عامل مور. لا لا والله اخي واحترمتك اخي ياسر الصراحه واحترمتك فوالا. حيت شوف الانسان فاش كيوصل لواحد المرحله كيكون متصالح مع ذاته ما طامعش في الاخر ما كنتسناش منه شي حاجه. شكون انت؟ اوكي وزير مليونير ملياردير اوكي انا بعيد عليك على البيزنس ديالي. واصلا تعرضت عليا ما مره ما جوج ما ثلاثه ما اربعه لم يسمطش نقول لهم لا بيزنس ديالي شويه ديالي بيزنس ديالي كنشوفو بحال داك الوليد صغيور باغي نقرب به فيه كبر يكبر كبر حيت ما داخلوش بسبب الفلوس. وكنقول ديما الدراري زعما اللي معايا في التيم ديما تنقول لهم البيزنس هذا باشن، حاجه زوينه خدامين فيها كنكبروا غادي مزيان كندير حاجه كنبغيوها يعني خدام فيه مزيان صافي. هنا فين جات الوقيته ديال الكونفينمون هي اللي كانت احسن وقيته ما حسيتش بها الكونفينمون. خديت وقت مع راسي، خديت وقت باش نقرا اي حاجه. انا فرضت اكثر مده قريت فيها الكتوبه يوميا كنت كنقرا كتاب هي مات الكونفينمون. كنقول هادي نبقى فهمتي ندوز عليه طن 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 كنقرا الاوديو بوك هو الاولاني ديالو كنسمعو عاد تندخل نفس القضيه تنقول شنو هي نهار كتاب راه ما هذا الفيلم هذا ما يطراش لان الحياه ممله مريحك حتى من البحر وما كاين ما يدار وما عندك فين تخرج ما كاينش خرج تقدا ولا داكشي عطيني شي سوايع وباقي فيهم حضر التجول. ودونك القضيه انا قاعد تنبعش ان هادي يديروا سده وجيت ستوكيت كلشي في الدار. دونك هذيك الخرجه حيدتها بقيت عطاها للقرايه والراحه في الدار. قرايه 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 واخا هذيك البيريود كاين ناس استافدوا منها وكاين ناس ضيعوا. انا القضيه ديال القرايه مهمه اقوى القرايه ديال المدرسه القرايه ديال المكتوبه. فاش كتقرا كتاب راك كتقرا الخلاصه ديال واحد الشخص اللي مثلا دوز فيه حياته كامله مثلا 40 عام باش يكتب كتاب الخلاصه ديال واحد الكتاب عطاه لك انت قريتيه بمعنى راك استفدتي بزاف ديال الحوايج استفدتي من هذا المجال ومن هذا المجال ومن كنتي كتعمر الدماغ ديالك بزاف ديال الاشخاص اللي بزاف ديال التجارب ديالك. تقول خصني المينتور تقول لها هما المينتورز هما كتوبا هاد خونا هذا ما عمرك انت تلاقى معاه ولا مات ولا كذا ولكن خلى لنا الله يجازيه بخير العصاره ديالو في هذا الكتاب هذا احنا قريناه هو مينتور. ماشي بالضروره غير مثلا غير في خدمه اونلاين في جميع المجالات وي مزيان انك تقرا ومزيان انك تعمر. عاود لي اخي ياسر كي دوزتي ديك البيريود بعدا قبل بعدا البيزنس موديل بعدا اللي بدينا نخدموا عليه هو اننا نقادوا لي جو فيديو اوريجينال فروم سكراتش ايكيب كبيره كل واحد ديك الواحد كياخذ الطاش ديال. دخلت بحال شي واحد كنتفكر راسي كنبقى نضحك بحال شي واحد مسكين تالف يلا حط الكار وطاح وسط نيويورك وكيقول لي فين هو الحانوت فين ما فاهم والو. كنت كنمشي عند شي واحد كنقول ليه اشنو كتخدم مثلا كنقلب بعدا اصلا ما كاينش فين هو الحانوت هي البدايه ديالي في تايلاند فين هو الحانوت اللي ما كاينش الحانوت اصلا تخيل معايا فين غتلقى اللي غيخدم معاه فين غتلقى اللي غيخدم يعني ديك الساعه شكون اللي غيقول لك فين تقلب للي غيخدم معاه ديك الساعه شكون اللي غيقول لك اشنو هما لي بروفيل اللي خاصينك باش تقاد كيف انا كنسمع كيف عارف خاص ديف وخاصني شي ريدي ارتيست اللي غيقاد هادشي ما عندش علاقه بالجيم الجوج هذا راه مساكن راه بعاد حتى ما خصش شي حاجه هادشي شكون اللي غيدخلني ليه وشكون اللي غيوريني وشكون ما فاهم والو ما طراتش اخي ديك اللعيبه ديالي ملي كتبغي شي حاجه ديك الساعه تيبان المعلم يكون انت واجد وتيبان لا انا بعدا ما وقعش ليا حيت الصراحه تعلمت بمشاقل صعيب تعلمت بالصعيب وكنمشي مثلا شي واحد كندخل كنقلب كندخل الفيسبوك كندخل لينكدين كندخل كنقلب المغاربه واحد النهار واحد القضيه صار انا ما كنتش كنعرف والو في داكشي قريت واحد كيخدم جيم ديزاينر جيم ديزاين دابا شي واحد اللي هو ما تيعرفش
الجيم كيفاش كيفاش كدير كيتخيل الجيم ديزاينر هو اللي تيقاد الدو دي رواضي. قال لي انا جيم ديزاينر. قلت لي واش رواضي ولا دو دي؟ هو دي ضحك سير اخويا تلعب سير سير واش انت واش انت ما فاهم لا جيم سير. هادشي كامل كنت كناخذ صح شنو هي جيم ديزاينر من بعد شنو عرفتي شنو هي جيم ديزاينر واخا بدا هادشي هادشي كامل كنت كناخذ بواحد كنضحك وهاد القضيه هي اكتسبتها وهي كتعجبني في راسي انني عايرني شي حاجه ناقص فيا باغي نتعلم عندك نجي نقول لك انا ما نعرفش مكلخ وريني انت كتقول لي وانا مربع يدي ونسولك واش ندير دابا الدراري اللي خدامين معايا شي حاجه ما عرفتش ليها كنقول ليه ايوا هذه شي شنو هي هذه كيفاش كتصرا ما كاينش القضيه ديال لا وانا خصني هذه هي مهمه عند عند الناس. خذوا هذه القضيه الدراري انك ديما سول ما تحشمش واخا واخا تقول شي كلمه غالطه واخا ما تعرفش لا استفد علاش غنقول لك اخي واحد القضيه واحد الثقافه في المغرب بنادم ما تيرضاش يسول دابا تنكونوا مريحين مع شي ناس وشي واحد تيقول شي كلمه تنقول ليه الشريف هادي بالضبط راه ما فهمتهاش تيشوف بحال هكا تيبدا يشرح وتدان تدان نخرجوا تيقول لي وحق الرب الا كنا انت زعيم حنا ما فهمناش كاع داكشي اللي تيقول من الصباح وما رضيناش نقول خليناك انت غير خليه يدوز حتى كلمه الشريف اخو انا ما فهمتش عاود ليا شنو كتقول قال ما تاد ما فهمتهاش عاود ليا شنو كتقول وبنادم ما تيرضاش صاحبي يقول انا راني ما فاهمش تيبقى هذه ماشي هو اصلا تعرف كلشي ضروري كتقال ما عندوش شي حوايج مزيان شي حوايج ما كانش الجيم الجيم ديزاينر هو اللي تيقاد الستوري ديال الجيم ولا تيقاد الجيم بلاي ولا تيقاد مثلا الميكانيك كيفاش غيكون الانفيرونمون كيفاش غتكون ماشي كيصايبها غير كيعطيك مثلا كيقول لك مثلا قلنا لي بغينا ندير واحد الجيم مثلا ديال اللعبه في الاولى تيجيو لك في الطياره لا تقول مثلا معايا واحد القرعه بغينا نقادو لها جيم كي كيقول لك اوكي غنشدو هذه القرعه هذه غتكون كتشقلب وفاش كدير طاب كتوقف بحال هكا طاحت بحال ما راك غالط يعني فاش دار هذه راه هو هذا هو الجيم ديزاين كيبدا يقول لك ها القرعه كيفاش كتكون والستوري ديالها ان القرعه خصها تكون هكا وهكا وهكا هذا هو هذا راه ما تيقيس لا فوتوشوب لا بلندر حتى شي لوجيسيال كيجي داكشي كيكتبوا لك في ورقه زعما في ورقه زعما هي في الدوكيمنت تيكتب لك ها الجيم شنو غيكون فيها شنو كيفاش غيكون فيها شكون ها كيفاش غتكون كيفاش الديفيكولتي ديال الجيم كيفاش غطلع كيفاش غدير كيفاش غدير يقدر يعطيك مثلا بحال ليفل 1 كدا فوالا بحال ستوري بورد ديال الاشهار اكزاكتلي ستوري بورد ديال الجيم اكزاكتلي عاد كيجي عاد كيجي الدور هنا في الاخر فاش فاش كتفاليدي مع داكشي عاد كيتسمى واحد اللعبه كتسمى الجيم دوكيمون الجيم ديزاين دوكيمون يعني كيعطيك واحد دوكيمون كامل فيه من الاول الكاركتر ولا البلاير كيفاش غيكون كيفاش غيمشي كيفاش غيبقى كيفاش غينقاد الاوبستاكل كي دايرين لونفيرونمون كيفاش غيكون واش غابه واش بحر واش ابستراك واش كاركتر واش هادي واش هادي حتى الجيم كتسال عاد كتشد انت داك الجيم ديزاين دوكيمون عاد كتعطيه للديف وكتعطيه ل 3 دي ارتست كتقول ليه الديف كتقول ليه ها هي الجيم ها الجيم كيفاش غتخدم الديف كيشوفها فاش يكون جيم بلاي بروغرامر عاوتاني باش تلقى الجيم هذا هو السيناريست فوالا فوالا عاوتاني باش مثلا الحوايج الاصعاب ان هذا البروفيل ما كاينش في المغرب شوف غير بلا ما نضرو غلط والمشكل حتى تعيا وحق ربي لها واحد التندو تندو انا والغيسان هاد اليمادي قلت له وحق ربي ما يحتاج ولا كاع علاش السيناريست ثلاث شوا كتب القصه غادي نمشي نخليها على شي هاكا يجيب بيان سور شي اش كان نمشي تصريح ونمشي تكع هذوك المحاضر ديال الجندارم على حقيقه واحد الفتره في حياتي سمحت لي الحياه انه واحد صاحبي جندارم قال لي الله يرحم لك الوالد نقل لي هادشي من الدفتر ديالي خاصو يدخل للبيس وبقيت كنبقى دار معايا المهم كل محضر 50 درهم راق 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 كنكتب القصص صاحبي ممتعين ضربت الصيف كامل ما شي فيديو وملي ساليت داك الصيف كنضرب في النهار واحد 100 درهم 150 درهم كندخل دوك المحاضر للبي سي ونقول صار ترى كل قصه كنطلع فيها فيلم والترا ترور تنقول فين كاين هاد المخرجين هادو علاش ما بانتش لي بحال هاد القصه هادي في شي فيلم مغربي وتنقول دابا هاد المخرجين في المود ترى ما يحتاج يضرب ما يكتب حتى شي حاجه عقلك تفايجي قول لهم الله يرحم داك الدفتر وبدا الراق 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 هادي قصه ماضيه هادي خصنا نبدلوها ها هي فيلم في الكويت عندهم واحد كتاب ديال الاعدامات عندهم كتاب ديال الاعدامات وخارج مكتوب فيه كاينين بزاف ديال اليوتيوبرز كيمشيو كياخذوا داك هذاك كل حلقه كيدير فيها جريمه كتدخل دابا كتلقى عنده 10 مليون وكل في فيديو فيه عاودها تعاودها في 1900 وقع هكا وكيقولها من كتاب اعدامات الكويت
صافي الكتاب شحال فيه 200 قصه 200 فيديو كل فيديو مثلا 1 مليون ولا 2 مليون انت درتي والله اخي انا قسما بالله اخي الا شوف الا شتي شي واحد الا سمعت له ولكن ما يمكنش لان فهمتي ما يمكنش يدي هاكو زعما دوك القصص اللي كنت قريت وفي يوم كذا كذا اتجهنا الى مكان انا راه صعب عرفتي داك الشيء داكشي ديال هوليوود كتقول وات فاك صاحبي واش الناس عايشين داكشي ديال هوليوود ما تحتاج ما تفكرش هير هذا المحضر هذا يحتاج ولا قصه فيلم نجي بالبله فيلم وادي تجيب لي بيزد اون اش كيسميوها ترو ستوري هذا الفيلم هذا راه بيز على قصه حقيقيه وبنادم تيقول والله بلا انا معلم سير كمل لينا هذا الجيم ديزاين هنا عاوتاني حنا في ديك المشكل ديال شكون اللي غيخدم شكون هاد الناس اللي غيخدموا كتدخل كتقلب مثلا على جيم بلاي بروغرام كتلقى المغرب كامل فيه جوج الناس ماهرين من برا راه قلب عاوتاني راه ما تقلب انا شنو الحاجه اللي طاحت لي في بالي واش قلت حسنا الدومين هذا انا باقي فيه انا حاط واحد البلانينغ ديال واحد 5 سنين وانا فيه 6 سنين هادشي الا كان فيه غير الفشل انا ما غنحتوش على 5 سنين عندي فلوسو حاط لي كلشي ديالو غنبقى خدام فيه تخونكي والله تاجي تاجي زوين ماديا بخير كلشي بخير ما خدام فيه مع انه ما كملتش فيه تقريبا العام صافي حتى ولا بروفيل بابل ولا حطيت اشنو قلت انستغرام متبعيني ناس بزاف بزاف زعما مقارنه بالدراري لا لا مقارنه بالتفنيتش ديالك راك فوالا هاد الناس هما اللي غنشوفو منهم الناس بديت كنبارطاج لي جو فيديو راه هادي راه مطلوبين راه اللي داير راه كنقلبوا عليهم راه هادي راه دخل راه شركات برا راه هادي هادشي في 2018 2022 دابا بدات كتبان التيمات حيت شحال من واحد من الدراري اللي خدامين معايا مثلا دابا هما اللي شافوا ديك الفيديو 6000 وباقي غادي تبارطاجي في يوتيوب يضرب واحد 300000 الدراري هاد لي بوست هادو محتاجهم في الفيوتشر ماشي نتايا السوق كامل محتاجهم هادشي دابا حاليا هادشي تاع الجيمين دابا راه ديفلوبر ديال الجيمين هادشي واحد المارشي واحد المارشي في العالم راه ماشي مطلوب راه شي حاجه اكثر من بليون دولار كامباني زعما راه مطلوب بزاف وكاين من هوليوود الجيمين فات لا مستر الجيمين فات لا ديال السلاح لا السينما راه صافي السينما سبور السينما سبور مجموعين في فاتشن و ماشي مطلوبين شي حاجه اكثر من مطلوب راه دابا حاليا راه ما كاينش شي واحد في المغرب جيم بلاي بروغرامر شومور ولا ما لاقيش ربعه لي زوفر ولا خمسه ولا بارك راه ما يمكنش راه ما كاينش كاع شي شركه كيخبر راسها قلال بزاف وما كاين دابا ما كاينش دابا شوف اي واحد كان مثلا ما خدامش مرحبا به معنا ما كاينش شوف لا 3D artist لا جيم بلاي بروغرامر لا جيم ديزاينر فين ما كنلقاو شي واحد يعني شي واحد كنجيو كنديروا لها كنخبيو بقات تخلصوا بقى بارك معنا وبارك ما كاينش واش ما كاينش دي زيكول مثلا في المغرب عندهم شي شعبه كتقرب شويه لهاد لا بارتي لا كاين لا ما كاينش هو كاين معنا ايوب جيم بلاي بروغرامر مزيان معنا في الاستوديو اخي ايوب مع شي سطات اخر حاولوا تطلعوا بهم شي كل اللي غادي يطلع لنا واحد 50 مثلا خصكم قاري جابا كاتونغاج ولا شي حاجه واحده اخرى لا كل تخصص كنت كديت انا واحد السيديو ديال الهايبر كاجوال وداز واحد الوقيته و انوليت وخدمت مع ياسر لحقاش بان لي تما نقدر نديرو اكثر وكذا هي فين فهمتي تما فين بات لي بلي راه خدمه سيريوس بلي راه طومي فيه فلوس بزاف بلي راه تقدر تصاوب بين واحد البيزنس مود حيت هو الهايبر كاجوال راه بيزنس مودل ماشي وي صافي تما فين كانت الجراوند ديال بصح مزيان ايوا واحد اخي انا نقول واحد القيطه باش ما نبقاوش نقولوا ما كاينينش والله الا خايا سير لا خاص ديروا خير في هذه الامه هذه واخا تعلموا معاكم شي اشراف العام يجيو بحال شي ايكول كتفورميهم وديروا معاهم كاع واحد الكونطرا ديال خصو يخدم معاك عامين عادي اكزيتي وي وي وتكون اخي سمعتي واحد بعدا تستافد منه الامه ويمشي على برا الله يهني على حقاش حنا كان هذا المشكل هذا غير ساني دوال ديال كيجيو الدراري كيقروا وتيمشيو تولي مطلوب وانت دير معاه واحد العام عامين يبقى خدام معاك ويمشي على حقاش انا ضد في الكارير ديال شي واحد ولكن كتقول ليه انت جيتي واه حنا رديناك نيفو بقى معنا واحد العام عامين
توسر الله يسهل كاين هاد القضيه لان دابا المشكل اللي كاين في هاد الدومين راه ديف هو ان تتولي في المنافسه مع الناس اللي على برا منافسه ديال ديفلوبر مع ناس على برا انت مخدم ديفلوبر في المغرب تعطيه كاع نقولوا 30000 درهم تيجي واحد في امريكان تيبدا معاه تيقول لها 6000 دولار مع السلامه عليكم بيان سور راه الدري ما يمكنش تجي يقول لك لا خويا نمشي انا على برا ونخدم هي ريموت من المغرب وعلى برا دونك اخي راه هي اللي بقى واحد البيريود معاك الله يسهل حتى واحد القضيه خا الدراري دابا يعرفوها ماشي غير الداف مثلا حتى الجيم ديزاينر ولا مثلا اللي دار شي سول الداف كاع راه الا عندك مثلا بروفيل مزيان ولا عندك راه تخدم بيا في المغرب يا برا مليون من غدا ماشي ديك المجال اللي خصك تخدم ضروري في المغرب في الاستوديو انا تخدم كي قلتي ريموت تخدم في الدار ترونكيل يعني بحال قلتي داك الدومين اكثر مطلوب دابا حاليا اكثر هو انك تكون داف سواء في البلوكشين سواء في لي سيت ويب سواء في البلوكشين هذه قصه اي وتقدر دغيا تسويتشي لكن انت مثلا داف عندك لا باز ديال داف تقدر تسويتشي الجيم بلاي بروغرام بحال ايوب راه كان مثلا داف شويه بو سويتشل الجيم خضر مثلا ابري سويتش مثلا سميتو البلوكشين يعني خصك لا باز هو داف بزاف كل ماشي كيدو فوالا مره كيقلب على شي بروفيل اللي يكون مثلا جيم بلاي بروغرامر وتيفهم في البلوكشين باش يعرف انتيغري شي جيم كتخدم في البلوكشين هذا عاوتاني حتى هو تيكون مثلا مطلوب كثار من الاخر اللي بالله قول لي يا اخي المشاكل اللي كتواجهكم كاين هذا المشكل ديال لي طالون شي مشكل اخر كيواجهكم في الاندستري لي طالون كنقصدوا انا ما كاينش ناس مؤهلين يخدموا معاكم كتولي دايرين شي استراتيجي ديال تفورميوهم وي اصلا دابا في الاستوديو دابا حنا رانا 10 يعني ليكيب مثلا في 10 وضروري مثلا كندخلوا معنا جوج ديال لي ستاجير واخا دوك لي ستاجير ماشي كيفيدونا تيكون لا على ديما تيعطلك ديما تيعطلك ومع ذلك اش كتقول ديما كنقول دابا نقول لي هذاك هاد الدراري كانفيستي فيهم يعني كتانفيست خصو مثلا تكون عنده مثلا كي تنقول تكون غير داك سوفت سكيلز مؤدب يكون الرغبه وهاد القضيه ديما مثلا كانسيستي عليها الانسان يحاول يكون مثلا مؤدب كيعرف يهضر كيعرف يتصرف كيعرف يدير شي في الوقت ما تبان الرغبه كتبان الرغبه حنا مثلا زعما ما تركزناش بزاف على الوقت حيت خدامين خدامين ريموت يعني مخليين زعما بعدا زعما ليبر ولكن كتخدم السوايع ديالك كتقاد لي طاش ديالك غير القضيه ديال تكون وهذه مهمه هذه بزاف كنقضيه مثلا نقول فيها حيت كنلقى عندنا فيها الصراحه في مشكل في المغرب الانسان كيفاش كتواصل مع الاخر كيفاش بحال مثلا من اكثر الحوايج اللي كيعجبوني مثلا في ستيم اونلاين انسان دبلوماسي بزاف مع اي شخص يكون خايب يكون زوين كتلقى نفس الشخص مؤدب مع كل شيء كيتعامل مع الكبير مع الصغير وهذه الاسباب ديال النجاح ديال اي اونتربرونور ما صالحش اخي تكون خايب شنو طلع ما غيعرفهاش لا ما غيعرفهاش ما صالحش تكون خايب وكانت واحد القضيه كان قال لي ناصر داك السيد اللي كنت كندوي عليه قبيله وبدلات لي حياتي بزاف وهذه زعما غادي نقولوا للدراري حيت مهمه بزاف من الحوايج اللي بدلوا لي نيت حياتي واحد ما بارك انا وياه قلت ليه نصحني شي نصيحه عافاك كنضحكوا زعما قلت لي شي نصيحه عافاك واحد وقال لي واحد النصيحه اللي نصحوني بها انا وفعاتني غننصحك بها البيزنس هو البيزنس فاش تكون باغي تدخل شي بيزنس خلي العاطفه في الدار تكون تخرج من الدار هز العاطفه كامله وخليها لولادك موك باك مره وخرج اي حاجه البيزنس كتجيرها بالعقل جيت عندك قلت لك عندي هذه الفيلا باغي نبيعها قلت لي مثلا شحال قلت لك مثلا كادو تقول لي قرقصه شوف انت كي داير شوف حالتك كي دايره الا جيت ورياجيت معاك ودرت معاك راه العاطف لا لحيت العاطفه كيفاش غنقول لك مرحبا شحال عطاني فيها عندك فيها 50000 درهم الا خدمت العاطفه شنو غنقول لك استرخى في حالاتك لا لحيت العاطفه كيفاش غنتصرف معاك لا ما مسلكانيش هذا قال لي هذا الشخص هذا اللي دار معاك هكا وطرتي معاه زوين غيجي عندك غدا وغتلصقو فيك الا مشيتي الا ضربتي معاه وتسبيتي معاه صافي ما رابح والو انت وحتى الناس الاخرين اللي تفرجوا في المسابه والمضاربه حطوكم في نفس الكاتيجوري ما رابح حتى شي حاجه وهذه القضيه شو اخي شو انا نجي نقول لك هذه الجمله هذه ملي كنتلاقاو مع ناس سميتو مزارع كذا تيقول لي ديم كنريسبكتك على حقاش كنضل تنشوف فلان كلاشك وما عمرك جاوبتي تقول لي بعدا تقول لك تبارك الله عليك وتصور اصاحبي تنزلوا في نفس النيفو وديروا كسالات في الحمام بقاو الراق ما عادش ريسبكتك وهاد القضيه كيفاش بدلات لي زعما حياتي بزاف
في المعامله مع الدراري فاش دابا انت كنتي خدام في الريسكي بوحدك كتخدم شويه ولا عندك ايكيب فيها ناس ما تعرفش كيفاش تتعامل معاهم حيت غالبا حيت اكبر مشكل كيعاني منه كل شيء في المغرب كنلاحظ بزاف هو التفكير العاطفي اي حاجه كنهضروا فيها كندخلوا فيها العاطفه هو الا شديتي نفس المشكل حيدتي منه العاطفه غيبان لك تخربيقه وانت مصدع راسك اكبر كنت داك الساعه مثلا فاش كتكون خدام مع ليكي وانت ما كتشوفهمش مثلا دخلتي واحد قلتي ليه سلام كي داير اخي بخير هذا خدام معك بخير ويسكت الا جيتي خدمتي شويه العاطفه هذا كي داير بهذه الطريقه هذه علاش كيضرب بهذه الطريقه لا الا حيت العاطفه وصلت الجيم يقول لك خويا سير وصلت هنايا كتقول انا واش انا قبيلكم قلت لي دابا شي كلمه ولا شي حاجه يعني داك العاطفه فاش كتحيدها كتجيري البيزنس ديالك مزيان في اي حاجه مثلا في الايكو انا خدام في الايكو واحد السيده مثلا بغيت نستفد لها واحد البروداكت وهي تتعيط ليا يا الحمار يا الخانز صيفطي لي هاد النمره انا قلت لك هاد النمره الا تصرفت بالعاطفه علاش كتعيرينا اختي لا الا حيدت العاطفه اختي وي اشنو المشكل صيفطت لي ديك النمره واخا هنا غتشوف اشنو الحل واش انا غادي نرد لها فلوسها ولا غنرد لها السلعه صافي هذا هو البيزنس كنت غنصيفط لها فلوسها اياه انا غنصيفط لك فلوسك اياه وشكرا اياه انا غنبدل لك وشكرا هذه كسبتها غتحتارم غتحشم وغتقول لواحد راه داك السيد راه واحد ناقص معصبه ودرت معاه وانت كسبتي حيت العاطفه هذا الشيء في اي دومين في معامله مع اي شخص وهذه القضيه ديال الكلمه هذه عاونتني بزاف انني ماشي غير مع زعما في الخدمه كنطبقها في حياتي كامل غادي في الطريق واحد بلوكان علاش تبلوكيني علاش انا غادي هكا علاش كلاكسوني شي عليا كنلاحظ ان اكبر مشكل كنعانيو منه كندخلوا داك العاطفه وكندخلوا داك الشخصانه علاش انا يدير ليا هكا علاش واحد صيفط لك ميساج قلت ليه مثلا مصطفى بخير قال لي بخير كنقراها بصوتي بطريقتي بخير وراه ما قالش لي بخير وراه مثلا غير زربان دار هاك شي بخير ولا شي حاجه من الله ولا شي حاجه هنا فين كتنفع ان هذه القضيه قلت زعما عاونتني بزاف في هذه القضيه يعني نحيدوا العاطفه من المعامله ديالنا مع هذاك هادشي في البيزنس ما الدار ديالك تدخل لها بالعاطفه عائلتك خصك تكمل العاطفه كاين المشاكل ديال لي طالون شي مشكل اخر في الاندستري في الدومين ديالكم في الدومين ديالنا انك مثلا الا بغيتي الجيم كاين فيها جوج ديال لي باس فيها البارت انك كتصايب الجيم وفيها الباس انك انت اللي كتسوقها باش كتيستيها باش كدير لها الماركتينغ في المغرب ما تقدرش ديرها علاش حيت اول حاجه كتقدر توصل شي مره شي ارقام كبار في النهار كتقدر توصل مثلا المليون اوف دولار مثلا في الشهر اللي كتحط عليها وي في المغرب هذا ما تقدرش دير ما تقدرش اول حاجه دير ثاني حاجه كيدخلوا بزاف ديال العوامل ما تقدرش داكشي انك كيفاش تحطوا ليهم مثلا في دار الطريق كاين داكشي كيفاش تقدر تحطوا ليهم في البزنس ديالنا ما يمكنش كاين مثلا بزاف ديال لي بلاتفورم هو كتحط فيه هو اللي كيمونيتيزي هو اللي هو اللي كيدلي الادفيرتيزمون ولا الموديزيسيون في نفس البلاتفورم هنا كيفاش غادي تشرح لهم باللي راه كنحط هنا وهذا هو اللي تيقرر هو اللي تيشوف هو اللي تيعطيني وداكشي كيصيفط لي اش كيشوف هو غير الفلوس كتدخل فهمتي بحال كيشوف غير داك كيشوف المصاريف ديالك تيشوفها صافي تيشوف كاين هذا فوالا من غير انك ما تقدرش انك تخرج هذوك لي شارج في الشهر مشاكل كيعاني منهم الاغلبيه يعني طاصات باش تخلص مثلا شي حاجه اونلاين سير مكتب الصالح تجيب اوتوريزاسيون تجيب هذا والسيستم بانكير تشوفي بزاف المشاكل شي كيعاني من اي واحد قدامه راه كيكون تيعاني شي حاجه ولكن الشباب ندوي عاوتاني على الكوطي الاخر اللي كيدوي عليه ديما الغيسان تيقول لك راه حنا كشباب ما فتناش درنا مشيناش عندهم كانت التجربه ديالكم اللي مشيتو لمكتب الصرف قلت لا قلت لك اوكي لا اي واحد لا واش التجربه كانت مزيانه ولا ماشي مزيانه اوكي انا غنعاود لك واخا غنحاول نختصر هذاك السيد اللي كنت ندويش عليه قبيل اللي صديق ديال الوزاره ولا هذاك كان بغى يدير زعما واحد المبادره منه باش يعاون الناس ديال اونلاين حيت عنده واحد الفيزيون زوينه وابخي بانت حتى وشوف بزاف ديال ما زعما نعطيو لكل يدي حقين حقه بزاف ديال الوزراء تلاقينا معاهم وزعما وعادي انهم عجبهم الحال علاش الا شدينا واحد الفئه كبيره ديال الشباب ودخلناهم يخدموا اونلاين
عرفتي شحال ديال عرفتي شحال ديال الامتيازات فيهم شحال ديال الامتيازات فيهم بزاف مقسم البطاله هما كيقولوها شي كيقول لك مقسم البطاله مقسم الاجرام حيت ما يمكنش تخدم في الاونلاين وانت مجرم ما يمكنش تخدم في الاونلاين وانت باقي عندك العقليه المسرحه ضروري داكشي مع الوقت كتبدا كتبدل انك حرك شي اقتصادي ديال المغرب دخلتي الفلوس من برا الكنز هذاك دخل الفلوس من برا وانت بارك في المغرب وخدام راه دابا حاليا الدول الاوروبيه تيقول لك شوف حط لنا $1,000 في الشهر مده 6 شهور نعطيك الاقامه بزاف ديال الدول داكشي يكون ستابل ان كل شهر كتدخل واحد المبلغ عندنا هنا انا في المغرب فرحوا عجبهم الحال هذه اشنو اللي وقع باش نكون زعما صريح مشينا تلاقينا مع وزراء كاملين تيقولوا حنا نعاونوكم ديروا اسوسياسيون حنا نعاونوكم المشكل اللي كان هو حنا ماشي ديال الاسوسياسيون حنا مشينا زعما نقول الحق مزيان شوف مشينا شي 10 ولا 15 90% فيهم مشهور واحد قال لك انا باش بس فاعل جمعوي لا حنا مشينا عندهم تخدات هذا شوف هذا خطا هذا زعما تنقول خطا ديالنا ولكن في نفس الوقت ما يمكنش واحد يخلي البيزنس ديالو ويمشي خدام ويبقى كل نهار عشان تيخلي صعيبه فين كان هنايا مشيتو نتوما اللي نتوما باسوني بالدومين ما مشوش دوك الناس اللي كيديروا لوبيراسيون دابا مثلا كلش السيم واحد يقول تاهو نفس الجواب واش انا مزيان انا لازم تجيب لي جمعيه وكذا لعيبات خاص يمشيو دوك الناس اللي مولفين الكونتاكت مع الادارات هما اللي كيديروا الجيستيون ما تخدموش اونلاين ما تبقاش لا دي تجيبو دابا خيز الاوبيراسيون ما ديرش انت يا زليس انت ما مساليش كل مره تعيط لك جمعيه واش نديروا الجمع العام وكذا اللي انت ماشي ديال هادشي خاصك ناس معاك ولا مثلا شي واحد معاكم في التيم ولا شي لعيبه هو اللي كيدير هادشي يعني هو بحال البورت بارول ديالكم هو اللي كيدير ليكزيكيسيون ولا كيدير كاع اشنو اللي كان اشنو الحاجه اللي كان القصه ديال ياسين لا يمشي يسمع القصه ديال ياسر ولكن اللي غادي لا بحال قلت لك الاجتماعات الاوليه مزيان كون ولكن من بعد داكشي كامل كيجي من بعد راه ما عندك الخدمه الخدمه ديالنا حنا بغينا حنا مثلا حنا دابا مثلا شنو غيكون غيكون اخذ وعطاء خاصنا حنا نخدموا يعني نزيدو نخدموا حتى حنا في هذه الاسوسياسيون ما يمكنش ان الدوله غتدعم واحد الاسوسياسيون ماشي دعم زعما زعما غير فاليديها تجبد فاليديها هي ما كديرش واحد الاكتيفيتي يعني كنطلب منا حنا اننا نديروا واحد لاكتيفيت مع اننا باش نكون زعما باش كيف قلت لك نعطي لك وليدي حقا حقا قال لك نوفروا لكم جميع داكشي اللي بغيتو ولكن غتوليو بحال روح حال انتوما في الشمال كديروا لي زيفينمون حنا نتكلفوا بهم ها رجعوا عاوتاني ديك اللعبه ديال حتى واحد فيكم ما باغي زعما ماشي حتى شي واحد فواحد فواحد الوقيته كاين تلقى واحد العدد ولكن الاجماع زعما حتى ما تجمعتوش على اساس انكم كلكم تتفقوا تعطيو الوقت والجهد باش نديروا هذا فوالا بحال مثلا في مكتب الصف هو بحال القضيه بعدا هادشي اي واحد كنسق اي واحد كنتلاقاو معاه صحبي بواحد زعما بواحد الاحترام لينا بزاف بحال مثلا فاش كنا تلاقينا مع واحد تلاقينا مع واحد الوزير بلا ما نقولوا شكون ولا هذاك الدراري عندنا راه الدراري ديال الاونلاين واحد جاي مع اربع واحد مع ونص واحد نساء واقفين وقفه رسميه الوزير والكتاب ديالو لا زعما غير عقل عليها واقفين وقفه رسميه كيتسناو فينا ندخلوا حنا واحد داخل مع اربع واحد مع ونص واقفين فوالا لا دابا مثلا انا السيم شكون اللي كيجي راه زيد الوقت غيسان شوف راه عادي راه عادي جدا لا هذا زعما مثال ان الدراري ما عندوش زعما ما انتريسيش بزاف لهذا الشيء لا كيسيون جيستيون صافي كيفاش غنديروا نجيروا هاد لابارتي شي واحد اللي خصو يتكلف بينا شكون يجيري هاد لابارتي ما يمكنش انني مثلا غادي نجي عندك ونقول لك مثلا راه غدا غادي نتلاقاو مع هذا الشخص ولا مع هذا الوزير ولقى كلشي غيقول لك واخا غادي نمشي يقول لك راني خدام عندي بيزنس عندي شي بي خصني ندير كتولي انت كتحس براسك بحال مسالي وانت راه ما مساليش ورا خي ياسر هادشي شي بلي بنور الله يبارك فيه خاص ولا بد تيكونوا شي ناس فهمتي تعطاهم هاد لي طاش ولا بد اما الصراحه كان واحد السنه خصو من تيم لا فول فري خصها تكون لان شوف هادي بحال شي ميسيون عندك انت ملي وليتي لا وراه خايبه خاص يخلصوا على هذوك خوتنا كاملين اللي بغاو يستافدوا من بعد ان هاد القوانين هادي تتقاد راه هما خاصهم يخلصوا على ديك سميها جمعيه شنو سميتيها موبا
ماروك ماروك بالنسبه لنا شنو هي اسوسياسيون شنو اسوسياسيون اخيرا خاصها تكون دوك تيخلصوا الاشتراك والاشتراك راه كتخلص به دوك الناس اللي كيبقاو متابعين في هاد القضيه هادي شي القضيه كنت بديت فيها انا ومشكله كنا درنا داك التجمع اللي كان فيه سيمو وجمعنا كل واحد من دومين بوحدو وكان بروبوزا اسامه البطوله ديال اننا نديروا شي اسوسياسيون بحال هكا اللي تكون فيها الدريدو والكيمينت اللي كيخدموا ماشي انك كل واحد عنده ستارت اب ولا بيزنس ولا شي حاجه. دابا هنا انا فهمتك شنو انت في واحد القضيه قلت انا ما يمكنش انا نكون فاعل جمعوي فاعل جمعوي مربوطه بواحد الافكار ديال الجمعيات والهيلاله وكذا. حنا شنو درنا قلنا زعما ديك لاسوسياسيون غير باش داك التجمع يكون قانوني اول معدول ما يمكنش تجمع واحد 30 40 ناس وانت ماشي قانوني. الحاجه الثانيه ان ملي غنديروا داك التجمع ما غنسميوهش حنا على اساس جمعيه غنسميوه مثلا ماستر مايند فهمتي غيكون تجمع اول مثلا ديال لي زيفنت اللي كنديروا يعني غيمشي في واحد السياق لا لا في واحد الاطار الدوله ما عملت تريت تاع ديجوا افراد شكون انت انتوا غادي تجمعوا حتى الكاتيجوري حطكم في واحد الكاتيجوري وبان ولكن كيدير بعض النقطه مهمه هو داك ليماج ديال الجمعيه ديما مرتبطه مثلا بالمرقه ولا انت مرتبطه باش تربح الدوله تصعب سي جو ام راه الدوله تهضر من سي جو ام راه كتقدر تحمل لك القرار كان غادي البرنامج يا اما تحبسوا يا اما تونكراجيو علاش حيت هما مجموعين في واحد البلاصه تيتلاقاو غيقولوا عندهم جامع عام عندهم كذا ملي كيكون شي قانون تيجيو تيقولوا هذا القانون هذا بغينا يدوز ها هما كذا وهما كذا وهما كذا هاد سي جو ام خصنا وحده صغيره ديال لي زون اونتر بون لا جي التاريخ احنا غير بعدا عندهم رقابه ديالهم اللي كتبان باش كي مثلا يطلع المازوط كيتجبدش من كسد حنا غنوقفوا الطاكسي ما تحركوش واحد القضيه واحد القضيه بعدا راه مؤخرا بان بزاف ديال الامتزاج في من مكتب السطح راه حنا ورانا كانوا قبل فاش كنا كنهضروا معاهم فاش كنا كنمشيو معاهم يعني اول مره تلاقينا معاهم راه كان بلوطاسيو اه انتم ملي كتخدموا في يوتيوب اه ما عرفتش شكون اللي كيشارك الناس تمروا من اونلاين تخيل معايا تخيل معايا فاش نهار تلاقينا معاهم راه كانت 10000 عندك في العام وفاش هضرنا معاهم قال لك حنا اللي كنتو نتوما الدراري اللي تخدموا اونلاين راه زعما نفسحوا لكم اي حاجه خصنا غير تكون واحد التقطير باش ما يكونوش صحاب زعما داك اللي كيديروا البلونشمون ولا شي حاجه ما يمكنش يدوي معاك بالفرق يدوي معاك ومن وراها بانوا بزاف ديال الامتيازات انا مش كيبان المشكل انا واحد ما غاديش نبقى نهضر بزاف على المشاكل ولكن هذا المشكل الاخر اللي كتلقى دابا نحطوا دابا انا ليك مثلا انوكس اننا بغينا الناس يعاونونا في الاسوسياسيون كما كتلقى السبان اشنو الحاجه اللي غتفكر انت قالي انا اول حاجه لا ما تحطش لامه لا هاد مالي انا لا ما تحطش لامه شوف تقبل هاد اللعيبه ودفع السكت هادشي كيف لا والله الا داز هذا راه مالي انا هي اللي فيها لا وراه داز في المغرب باي بال كيفاش دخل المغرب باي بال دخل عن طريق واحد صات سميتو رايان كان كيمشي لمكتب الصرف كيدير معاهم اجتماعات وكيتقاد وكيتحارب زي واحد لاباج وكان كيسمع فيها السبان كتضرب راسك مع الحياه وكذا وباي بال تحل في المغرب وصات فقد الامل في هاد البلاد الباكتاج ديالو مشى لكندا ولكن المهم مدرس ما حتى واحد ما عرف هاد باي بال كيفاش دخل المغرب والله الا بسبب واحد الصات حارب ولقيتها مثلا فاش كنا مثلا كنتلاقاو للشركه كانت مثلا واحد كي كتقول انا الهدف الاول والاخر ديالي انني ندير واحد الامباكت نمشي نعاون الناس قرب انجا خيسري انا ما خرجتش من الكار ندير نعاون نخدم مي كتلقى البيزنس ديالك عاوتاني غتبدا عشني كت هذه حتى هي كانت شويه هي وشوف من وراها الحاجه زعما اللي وقفات داك الشيء نيش هي الكونفيرم حيت جات مع الكونفيرمون صافي مور العامين تفاخرت بزاف كاين حتى واحد المشكل اللي تيعانيو منه هما راسهم ما لاقيتش ليه حل هو الكومينيكاسيون بيناتهم دابا راه باش مشينا مثلا لمكتب الصرف قالك اودي حنا راه خرجنا واحد الكارت اللي مثلا 100000 درهم كتعاون مثلا الدري اللي خدامين في ديجيتال وكذا غتمشي غتطلبها غتاخذها تيقول لك حنا سي لونسينا لي بون كتمشي انت للبنك تقول لك انا ما في راسي والو كتجبد ليه سميتو اللي خرجوا مكتب الصرف تيقول لك هانت تيقول لك انا باقي ما في راسي حتى شي حاجه هما عاوتاني تما لي بونك بيناتهم غير باش ياخذوا واحد الوقت ديال عامين ولا ثلاث سنين غير باش يخرج لكم انت ديك لاكارت اللي فيها لا هادشي كاينه على قداش واحد فهاديك الكارت ديال شحال 500000 درهم واحد قال لي فهمتي مشى ضارب مع البنكي وكذا وعاد التليفونات والسيرواجي عاد تاكد عاد قال لك قضات لي 3 شهور ديال الحرب مع داك البنكي
عاد عطاني لاكارت وعطى لي 20 مليون 20 مليون 10 مليون. والدري صاحبي تقاتل العام وعطاو لاكارت وفي الاخر تمشي لقيتي ما كتبغيش تخدمني ما تيجي تعاود رجع من تيعاود يرجع عندهم عاد تمشي يصلح المشكل تيقول لي راه هادشي ما خلاش. واحد القضيه وقعت في مكتب ستار قدامي بلا ما نذكر اسماء. المهم واحد الصديق عنده مشكل ديال ديك لاكارت. قال لي ياسر واش تمشيو عندهم؟ راه عيطت ليهم قالوا لنا جيو عندنا. واش نتوما الدراري ديال الاسوسياسيون ديال الواب جيو عندنا. مشينا عنده اشنو دار قدامي هذه القضيه؟ قال لي اش من بنك عندك؟ قال لي البنك فلان فلاني. ويعيط على البريزيدون ديالو قدامنا. قال لي السيد ها هو عندنا قدامنا. ومشى عند الاجونس والبريزيدون ديال البنك. شنو قال لي؟ قال لي عطيني الاجونس. ويقول لي هاش من اجونس عندي؟ ويقول لي صافي راه لونسيتها السر غادي تلقى المشكل تحل. ولكن واش اي واحد غير قاضي واش اي واحد غدور انت بحال هكا؟ هادشي تيتثبت بان المشكل ما كاينش الفوق. لا لا هذاك الشخص البنكي قال لي راسه ما يسمعش قال لي تهضري كتقول لي انت وراه عنده سيستم خير ديساني. راه داك المدير ديال البنك ماشي دوزو سيستم ديال فورماسيون. لا انا كنهضر معاك حاجه واحده اخرى. هذاك الشخص سمع ديك الهضره ديالك عندو البوطه نفس السيستم ما بغاش يدير. لا ما عرفش. جيت انا تنقول لك في 2019 كندوي مع اخونا تنقول ليه بايبال ما بايبال ويقول لي سير تخرمز شنو هو بايبال. قلت له صافي انا شرحت شنو هو بايبال. بايبال دابا نيت تشين دونك كتخرج بوك شنو هو. انا واحد المدير ديال البنك مدير ديال البنك تنقول له ديك كارت اصفر راه كتقدر تخلص بها في بوكينغ. تيقول لك لا هذيك خاصها غير بالكيشي. تنقول له انا راه ديما تنقطع بها. تيقول لك لا ما يمكنش تقطع بها اونلاين. تيقول مدير ديال البنك قسما بالله وبراسه ما فورميش. دابا انت كتقول كيفاش نتايا واحد حاطينه في هذا البوست وما عندوش المعلومه. على الاقل مثلا ديك البنك غدوز غير داك اللي خدامنا دوز انفورماسيون باش يبقاو ديما الاجور. هادي راه شنو كدير وشنو كدير ديما كتلقى مروطار واحد العامين. كاين مثال وقع لي انا اجون ديال البنك اللي كنتعامل معاه تيعرفوني وكيتعاملوا معايا الطوب ديال مزيان. فاش كندوش معاهم على الكون ديال الدوفيز يومين وما كيتقاتل ما عرفوش وكيزو التليفون قدامي كيزو التليفون قدامي كيعيطوا لاجون اخرين كيقول لي عافاك واش عندكم شي كون ديال الدوفيز راه باغي نحلو. تيقول لها راه عندنا واحد ولكن انا فاش جيت لقيتو ديجا محلول ما عرفتش كيفاش تحل. قالت لي راه عندنا واحد الفوريم هو اللي كندخلوه هو اللي كنشوفوا فيه داكشي ما لقيتش فيه كيفاش نحل هذا يعني اخي تنتمنوا رجعوا اخي سيرتو راه ضربنا ساعتين. الشيء الخلاصه اللي نلاحظوا من هذه الصوره هي الناس الفوق بالسعب اللي يسمعوا خاصهم غير محاور مجموع فواحد ما يمكنش. راه انا عندي دابا مثلا فيو كان عندنا 400 شاب واحد راه ما يمكنش كل واحد يبقى يجي عندي يهضر معايا بوحدي. راه دونك خاصو واحد البلاصه يتجمعوا فيها الناس وخاص الدراري يضحيوا شويه من وقتهم. راه اوبليجي انا خصني نضحي من وقتي السيما وقتو ياسير وين كاع اللعيبات وجمع الدراري كامل خصهم يضحيو شويه من وقتهم ونجمعو ونديرو واحد البلاصه اللي نمشيو نهزو داك البلاصه هادي هي اللي كتكومينيكي مع الدولة هادي. وانا اللي زعما من تجربتي الخاصه هاد الناس اللي الفوق مساعديني يسمع. لا سيرتو حتى الويب اليوم السمعه ديالو زوينه تيدخل الفلوس للدوله. الدوله شي كل ربع ومن انك من الصداع ديال هاد اللي عرفتي بنادم ما خدامش ومشى خدم ودبر على راسو انك من الصداع ومن المشاكل وكيدخل لك الفلوس. اش باغي باقي اش باغي كثر هادي اللي ندياش وما اعترفوا بها. درك حنايا كنا تنستثمر بعض المشاريع ديال تربيه الحلزون تربيه هاد اللعيبه هادي خصنا نهضروا عليها في الاوف. مازال نهضروا عليها. واخا حتى لي نديرها واحد الشونجمون الدراري صحابنا خداو في ستارت ابس خداو فلوس من انت فوالا. من بعد دوك الاجتماعات تبدلوا بزاف ديال الافكار اللي كانوا عندهم مغلوطه بخصوص الاونلاين بخصوص محتاج لا ديبلوم لا حتى شي حاجه. عاد ولاو انفيستيو في الشخص انه يولي اونتربرونور يخدم بيزنس اونلاين. وبان مثلا الى انفيستي غير في واحد ودير مثلا التربيه ديال المعاهد اللي عطاو تريبورتور تمشي تدير به الكسيد راه كيخسر مثلا 10 ولا 20 مليون في واحد وما كيدير والو. في الاونلاين طبعا كيقدر يخدم مع
ناس اخرين كيقدر حتى هو لا وتي تجر ديك الفلوس بالدولار للبلاد اي ريال كيدخلوا ما تيخرجش يجمع لك الدرهم من هنا تيمشي يجيبها بدولار من برا كيدخل لك غير 1000 دولار في الشهر راه ماشي يدخل 10000 درهم كاين مدخل 1000 دولار وكاين مدخل 20000 درهم 20000 درهم راه جمعاي منين بقات غير فلوسنا كانوا كلها بيناتنا ولكن هادو راه جر 1000 دولار من برا الاخر 5000 الناس اللي تيقراو دابا اللي تيقراو حتى تخرج من الاستيام اصلا الباساج اللي باين وهو تخرج تمشي تخدم شركه دو فشوري اجي الشباب راه ضربنا ساعتين وقسم رجعوا اخي ياسر عندنا بقات عندنا 10 دقائق قول لي اخي ياسر شنو دابا انت في دومين مختلف اليوم اللي هو الجيم اندستري الجيمينغ اندستري انتوما تكونوا الاول وحدين درتوا الاستوديو ديالكم تتقادوا الجيمز الاول استوديو في واحد الكاتيجوري موبيل كانوا استوديوهات قبل ولكن في هذا الموبيل واحد حنا الاولين وخدمنا دابا خدامين عندنا مثلا عندنا واحد الكولاب براسي كبار مع اكبر شركات في العالم ديال لي جو فيديو وكنا انا واسامه جيم ديالي وجيم ديالو كانوا من الاولين في المغرب اللي قدروا يطلعوا للتوب شارج توب 10 ديال العالم والتوب 10 ديال اليو اس اللهم كانوا اول وحدين في المغرب وكانوا اول وحدين تقريبا وصلوا تقريبا شي 50 مليون الف انستار اللي تقريبا وصلوا غير في الاندرويد وكاين تقريبا واحد 50 مليون في الاي او اس تبارك الله مهم يعني جيم انستال 100 مليون واحد تقدم من المغرب اللهم ادرا الله الا تبارك الله كاين ورا ايكيب زعما ماشي انا زعما كاين ورا زعما ايكيب كامله ايكيب كامله مغاربه حنا قلنا طلع من المغرب لصقنا المغاربه كامل الحاجه الواعره والحاجه الزوينه زعما ايكيب كامله مغاربه ايكيب كامله ما قراتش على داكشي في المدرسه ايكيب كامل تعلمت داكشي في اليوتيوب اوتو فورماسيون في اليوتيوب ايكيب كامل الكبير فيها هو انا 30 كان الدري اللي كان قاد تقريبا عنده واحد 19 عام تبارك الدري عنده 19 عام كانوا الدري كاملين 20 21 22 مزيان شي حاجه مزيان فيها زعما بشي حاجه بحال الدراري فخور بهذا غير البدايه غادي غير البدايه مزيان الله يسهل عليكم الله يوفقكم الله يلا شي شي فرح قول لي يا اخي اليوم شي واحد باغي يدخل هذا المجال هذا ديجا قلتي لي راه خاص كاينين ثلاثه ديال لي بارتي كي ديفلوبر جيم ارتست الجيم ديزاينر اشنو خاص من غير شنو النصائح زعما اللي تنصح شي واحد باغي يدخل هذا الدومين واخا بعدا واحد القضيه بعدا باش نحاول ناخذ هاد الدغيا حيت كاينين الناس بزاف دابا باغيين يخدموا في الاونلاين اون جينيرال وما عارفينش شنو هو الاونلاين ولا شي حاجه ولا ما تيقش في الاونلاين ولا شي حاجه كيف قلت لك في الاونلاين ما كاينش مثلا غير ايكوم ما كاينش مثلا غير جو فيديو ما كاينش مثلا غير الاربيتراج كاين بزاف ديال الحوايج تقدر مثلا تخدم فريلانس بزاف ديال المجالات تقدر مثلا تحل واحد الشيء مثلا في اليوتيوب وتخدم ما ديرش روتين تمشي حاجه اخرى كاين بزاف مثلا ديال المجالات كنهضروا مثلا غير الريسكي بزاف كيسولوا بدا في الريسكي دار في الفلوس شنو هو الريسكي واش الريسكي هو الريسك ولا الريسكي شي حاجه ايليغال ولا الريسكي الريسكي هو انك تريسكين كتاخذ شي حاجه كتبدل ليها الجلد ديالها واجيه فوالا هاد القرعه هادي ما عندهاش هويه الا بغينا نريسكينيوها غنبدلو ليها الديزاين ديالها مياه ياسر فوالا عندنا مياه ياسر مياه سيمولاج مياه اي حاجه هذا هو الريسكين باش نقولوا مثلا الشركات ديال الاتصالات راه بثلاثه ولا باربعه اللي كاينين في المغرب راه كلهم ريسكين خداو غير فكره وبدلوا ليها الديزاين يعني فاش كتاخذ اي فكره وكتبدل ليها الديزاين ديالها هذاك هو الريسكين اي ابليكاسيون بغات لك خدامه في اي بلاد كتقلب على الاوبن سورس ديالها كتشري ولا كتقلب في جيتها وكتلقى وكتبدل ليه الديزاين ديالو وكتحطو في السطور هذاك هو الريسكي كيبقى القضيه ديال ان كيفاش غد بروموتيه هذيك هي اللي خصك تقلب عليها اما كتبروموتيه كتدخل في لي كيورد اولا بفيسبوك ادز اولا مثلا بادورد ولا باي حاجه هذا هو الريسكي يعني هذا هو الريسكي اللي كنت بديت فيه
كاين فيه هو بزاف ديال الميثود باش انك دابا شنو هو الاختلاف دابا وليتي كتقد جيم من ازير ياك وي وشنو كيفاش كتربح منه الاختلاف بين الريسكين وبين الشيء اللي كنخدموا دابا الريسكين هو ديما كنتبازاو على شي حاجه اول حاجه كنتبازاو على الكود سورس الريسكين كيكون كتلقى اوبن سورس واش اما كتشري كتدخل لجوجل كتكتب كود سورس يونيتي كود سورس كام كود سورس ابليكاسيون غيعطوك بزاف ديال لي سيت ديما جوجل ما ديما جوجل دخل جوجل قلب ديما هذه اول حاجه كيفاش كتشد داك الكود سورس كتبدل ليه الديزاين ديالو بفوتوشوب بلندر باللوجيسيال ديال 3 دي ديال 3 دي موديلز ولا ديال هذا هو الريسكين كيفاش كبروموتي اما بالكيوردز ولا مثلا فيسبوك ادز هادشي اللي كنخدم دابا انا ولا الخدمه كنخدم هو كنجبدوا الايديا اوريجينال يعني كتقلب على شي فكره ديال شي جيم وكتخدمها اوريجينال فروم سكراتش فاش كتساليها كتعطيها للشركات اللي هما اللي كيديروا ليها الماركتينغ ديالها فوالا هذا هو الفرق بين هادي وبين هادي فوالا مزيان حيت السيمين الاول فهمتي زعما البزنس ديال لي جو كامل كيفاش خدام كان عندك الاشكال هو ان داك الكود سورس في الاول مشيتي لي صايبتي فوالا دابا سي انك وليتي بغيتي انت تصايب فوالا كتقادو والفرق عاوتاني بين الريسكين اللي كانت خاليسونيل وانك كتطلع على شي كيورد اللي هو معروف دابا دابا ديالك دابا لا دابا اربيتراج يعني كتخدم جيم وكتطلق ليها الادز وخصك تربح منه يعني هنا كيدخل فيها مثلا حوايج اللي اشنو غيخليو الجيم انها تنجح مثلا خاص يكون فيها البلاي تايم طالع البلاي تايم يعني كيلعب فيها بزاف كاين حاجه اخرى كتسمى الريتنشن شحال الى اليوم انستالوها 100 شحال واحد رجع لها غدا خاص مثلا نرجع لها مثلا 40% حيت فاش كنرجع لها فرا 40% داك البلاي تايم كيدوبل يعني بدا انت ترجع لها في النهار الاول في النهار الثاني في النهار الثالث يعني هادو هما اللي كيكونوا داك البيز ديال الجيم باش انها تنجح واش في اي دومين كتخلص على الاشارات لي بانير اللي تيكونوا كتربح من الانس كتربح من الانس يعني بحال اي دومين شوف بحالو بحال ايكو مكاينش اللي راه بيور شي بحال مثلا ادسنس لي سيت لعيبات يعني في الاخر انت كتخلص على دوك لي بانير ولي سيت اللي الحوايج اللي عندك في داك لابليكاسيون فوالا اكزاكتلي واحد السؤال ياسر جاتني فكره سول 10 خيو دابا مثلا بحال اللعاب ديال كاين اللي كنشوفو دابا فري فاير ببجي ما كيكونوش فيهم الادز وسط كاع وسط الان اب بيرشيز كتشري شي حاجه في وسط لابليكاسيون اوكي هذيك كتكون وابري كتقدر مثلا انها تكون عندك داتا كتبيع ديك الداتا ديالها بزاف تيكون ودابا حاليا ولاو كيدخلوا فيها البلوكشين لا ان اف تي ولا كيدخل فيها شي باش كتربح من وي بلان دونك هادشي اللي كديروا داو وي هادشي اللي كندير واحد النقطه مهمه من الحوايج الزوين في البيزنس موديل اللي كاين دابا هو انك قبل ما تخدم على الجيم حتى كتاكد بان راه خدام كتصاوب مثلا على البروتوتايب ليه لواحد قليل اشهار يعني كتقد جوفير غير ستاج واحد كدير لي فيسبوك كتشوف واش غادي يعجب الناس داك غير من الفيديو باش غادي انستاليها بنادم كتشوف شحال من واحد كليكا ودخلوا انستارا وديك الساعه فيسبوك كتعطيك مثلا سي بي اي شحال تقام عليك الكوست بير انستار وديك الساعه كتشوف نتايا الا مثلا جاب لك الكوست بير انستار جاب لك اقل من واحد الدولار دونك هاد الجيم راه عندها بوتونسييل دونك زيد صافي عليه بالاخرين وزيد دير فيها مثلا دوك البانرز وديك الانترستيسيال اللي كنا وصلنا من الجيم وانت راك عارف انك لعطيتي شي 10 ديال الاعلانات راه غتجيب اكثر من ديك الساعه مثلا 5 دولار اللي خسرتي عليها غتجيب واحد الدولار راه مضمونه ديجا كاينه هو راه كتخدم الاربيتراج هو راه ميكس هو زعما اصعب حاجه زعما اصعب حاجه ولا مثلا حاجه زعما التحدي اللي فيها هو راك ميكسي بين بزاف ديال المجالات راك ميكسي مثلا بالريسكين ميكسي مع الايكوم مع الاربيتراج مثلا في الايكوم فاش كنتفرج مثلا في شي واحد مثلا كيهضر على الادز كنقنضح كنخدموا واحد ليفل اخر كنخدموا مثلا كتولي كتشوف مثلا الكونتراست الكونتراست وسط الفيديو مثلا حتى في الايكوم القضيه قدرت القضيه تنصح الدراري ان خاص الفيديو يكون فيه واحد الكونتراست حيت بلا ما كيطلع راك اسكرولي خاصك تشدو مثلا هو ديك 5 ثواني الاولى فوالا 5 ثواني الاولى هذه قليل مع واش كتقال ما كتبعش لا تقولوا حنا 3 ثواني الاولى هي المهمه من 3 ثواني يقول لك واش يكمل الفيديو ولا دي سكرول يقول لك فوالا غتكون واو غتكون ديك اللعبه تكون فيها واو عاد كترجع انت للبروداكشن شنو فيه
كتخدم مثلا على بزاف على مثلا هذا اللون مع هذا اللون كتجرب مثلا كتطلق الادس مثلا ديال ربعه كتشحال شحال كتطلق لكل واحد فيهم كتشوف مثلا هذيك الوقيته هذيك القيشه ديال العام اشنو الناس كتجذبهم من هذيك القيشه ديال العام يعني كتخدم على بزاف ديال الحوايج في الارت عاد كتخدم الكورتي مثلا ديال الاربيتراج ديال شحال كنخسر شحال غندخل كيفاش نخسر اقل وندخل اكثر واش ندخل في الجيم باش ندخل ليا اكثر عاد كنخدم القضيه عاوتاني ديال ريسكين انك مثلا هذه الجيم هذه بانت لي زوينه ناخذ الايديا ديالها نعاود نخدمها فروم سكراتش عاد نبدل لها هكا هذه طالعه في البلاد مزيانه عاد كتدخل على الكيورد يعني كاين فيها واحد المجموعه ديال الاناليتيكس كدير مثلا الاس دي كي ديال مثلا ندير واحد البلاتفورم مش جيم اناليتيكس كتعطيك مثلا اليوزرز ولا البلايرز اشمن ليفل خرجوا من الجيم باش انا وصل ليفل 5 وخسروا بزاف وخرجوا خذ داك ليفل 5 كتسهلو كتخلي ماشي يوصل حتى ليفل 10 راه وصل ليفل 10 انت ضمنتي واحد 10 ديال الانستيشال غادي يطلعوها هما اللعيبه تضغلو باش تبقى اوبتيميزي بحال ماركا بلا سولتك اخي ياسين زعما شنو هو الحلم ديالك في الجيمين في الديسكور غادي حنا مثلا في اي كوميرس كان عندنا واحد الحلم مثلا انت شنو الحلم ديالك زعما من هادشي الجيمين الفيجن هاد القضيه امتى ولا فيها حلم ديال بصح وحسيتو في 2018 فاش بدينا كنخدمو بدينا حنا وتوارك حنا اللي كنبانو في لينكدين شكون تواركا واحد الشركه تركيه كنبانو في لينكدين بزاف كنبوستيو كنديرو وكانوا ديك الساعه اللي طلعوا ونجحوا الشركات في فرنسي واحد الشركه كانت خدات اليونيكورن وكانت تباعت وقيلا ب 1.5 ولا 1.8 وقيلا بليون مش تباعت غير 45% غير شابه تنسن اللي كانت مشات فاليويات ب 1 مليار دولار غير 45% ولا 40% واحد الشركه تنسن راه معروفه هي اللي كانت حطاتها فيها وحنا كنا تحت منها يعني حنا كنا كنخدموا معاه بحال حنا كنقادو وهما كيبداو يمنتوريك كيبدا يوريك انت هذه كيفاش كتخدم كيفاش كتخدم كنا حنا واحد الشركات التركيات كنا كنهضروا معاه من اسام واحد فيهم قال لنا حنا في 2025 حنا اللي غنشدوا هذا السوق هذا كنخدم بحالنا بحال انا هذا الاستوديو هذا في 2020 2021 تباع تقريبا بشي 950 مليون ديال الدولار تبارك الله تركي باش تبع ودابا حاليا في 2022 فاش كتدخل للتوب شارت كتلقى 6 توارك الهدف زعما ديالي والحلم ديالي نحل البلاد كامله فوالا بغيت ندير نفس القضيه اول حاجه الاستوديو ينجح يعني تكون انت هذاك اليونيكورن ديال المغرب اللي نجحت هذا ثاني حاجه حتى حنا نبدا نشوف واحد الخمسه ولا سته بحال دابا مثلا انا فاتح الباب الدراري اللي خدامين معنا في الاستوديو انك تخرج دير الاستوديو ديالك سير مرحبا بك ونعاونك وشحال من واحد دابا مثلا خرج من عندنا وخا تيخلي لك واحد الخصاص ولكن فاش كيرجع عندك وتيقول لك راه انا بغيت نخدم وانا بغيت ندير واخا انت عارفه غيفشل كتعاونو باش ما يفشلش علاش كتقول انا صافي راه بخير غادي الا مشى لي واحد عندي ثلاثه طاي عندي اربعه ديال ناس اخرين فوالا وتا هذاك هو فاش كيخدم يعني كتلقى القضيه غاده مزيان الهدف هو الاستوديو ديالنا واحد النهار غتسمع به مثلا من الاستوديوهات الكبار في العالم مع انك فاش تكون كتحلم ولا فاش تبغي تحلم خاصك تكون عندك علاش ما تبكيش انك مثلا كدير الريسكين واش حلم وتقول انا واحد النهار غادي ندير فهمتي هذه القضيه هي علاش بغيت ندير مازال دابا واش نقدر القضيه نديرها فوالا دابا اصلا فاش كتدخل في هذا المجال كتجبد الاستوديو ديالنا معروفين بزاف يعني في لينكدين يعني الاستوديوات كاملين وهاد لي فوندر ديال الاستوديوات اللي تباعوا بالمليون اوف دولار صحابي كيضربوا في لينكدين يعني عادي فهمتي هذه حاجه مزيانه بالعكس دابا اللي زوين في الاسبوع انك دابا انت متيق انا تنشوف فيك دابا انت متيق البليون دولار كومباني صافي سي زعما اللي كاين كيصوت وقت صافي علاش حيت عاوتاني عندنا واحد القضيه في الدومين اللي كنخدموا فيه هو انت كتقاد كام كتقاد كام وكتلوح ما كتعنيش انك انت مثلا نجحتي ودرتي البليون انك وعر مني لا راه هاد الجيم نجحت لك راه جيم وجيم وجيم باش تنجح لك بحال دابا مثلا كاينه بزاف ديال لي جيم نجحوا داروا مثلا مليون غير جيم وحده داروا المليون نعطيها لايوب يقاد في يومين بوحدو زعما هي ماشي ماشي زعما خاصها شي نو كانت في واحد الفكره واحد جات واحد الفكره يقدر اي واحد طيح لي واحد اي واحد يقدر يكون شي نهار طاحت لي واحد الجيم والعفاه ديال واحد الهيليكس هاد اللعيبه كدور الكره كتبومبا فاوي كيدورها وكتبقى تبومبا فاوي كانت كلشي كيلعب فيها في 2020 كتعطيها لاي دافي قاده في يومين دارت المليون اوف دولار ولكن الفكره ديال الجيم هي اللي كتخدم
فوالا يعني كتلعب في واحد المجال بزاف. واش ما عندكمش شي فيزيون تقادو شي جيم مغربيه اللي كتبريزونتي شويه المغرب وخارجه من ثقافتنا المغربيه؟ تنظن حنا بهادشي اللي دوزنا قرب باقي لك شي جيم مرونه. حطينا هاد القضيه حطيناها قلنا غادي نخدموا عليها والصراحه بزاف كانوا قالوا نخدموا معاك فابور فيها نخدموا فيها ندير فيها. كانوا جوج حوايج، هي هاد الجيم هادي غادي نخدموها بعدا ما غاديش تكون في الربح غادي تخدمها فاب هي واش تقدر انك تضحي بواحد 6 شهور ولا 7 شهور؟ حيت كنقول لك لا 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 نخدموا في الربح لا ماشي لا 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 شوف شوف انا ما تندويش على لي جو ديال الجيمز مثلا انا تلعب لي جو مثلا بحال ريزيدنت ايفل تلقى نيجيريا كنقول انا صاحبي مثلا ما يطلعوش شي مغاربه بيان سور خاصهم عادي ياخذوا ديك السميتو. نقول مثلا شي جو ندير بحال ريزيدنت ايفل اللي دار انه في افريقيا وفي نيجيريا يكونوا دوك الابطال نازلين مثلا دايزين في جامع الفنا بنيه خاويه سلاح فهمتي الكاركاس المغربي. اما حنا بنركزوا على الكاركاس. لا لا دابا السؤال شحال خصك تلات ديال الوقت؟ ما عرفتش شحال. لا مثلا شحال كتظن انك ان هذا السوري اللي غيديرها شحال غيضحي فيها؟ مثلا كاين العام عام يعني شكون هذا اللي غيضحي بعام بعام؟ وشوف ما فيهاش ربح جيم مغربيه ما فيهاش ربح. لا ماشي مغربيه موجه للمغاربه غير الكاركاس المغربي. كاركاس مغربي موجه للعالم ما فيهاش ربح. لا لا ما فيهاش ربح. لا ما فيهاش ربح. بس نرجعوا لك سي بي اي تيست فاش غتقلع الفيديو في فيسبوك ادز شحال من واحد غينستالي شحال من واحد غيكليكي باش غادي انستالي علاش ماشي عنده علاقه بالمغاربه؟ لا لا علاقه لا بالمغاربه. بالنسبه مثلا واحد امريكان غادي يدخل يلعب واحد الهيرو مثلا اللي لابس مثلا ديك القشابه مثلا يقدر انه هذا الشمال الشمال امريكاني عاجبوش صاحبي مشى شد البلغه ديالنا البلغه ديالنا ديال المغرب ديك السفره رونها في امريكا كاينه غير لا ما عرفتش شويه ما عرفتش الاستوار ديالك واش ما نحكمش على داكشي ديال با هو شي كنهضري من جهتنا حنا لا فهمت الباكغراوند ديالو هو فاهم شنو لا سيتا من الجهه ديالكم شنو مثلا كاين بزاف ديال الكور مثلا كتعجبو بالغاز لا با داكشي تراديسيونيل كاين مثلا تيعجبو رياض في مراكش كيجي كيشري وكيسكن فيه تما ولكن في الجيمين مثلا الامريكان خصك تسيب ليهم مثلا بالعقليه ديالهم سبايدر مان بلاي هيرو بلعيبه تيشو مثلا غادي مثلا واحد الهيرو مثلا مغربي شكون هذا؟ شوف 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 حق انا مغربي كنبغي المغرب ندخل في الريس ونمشي ونحط 9 مليون ديال الدولار ونحط باش نسوق جيم في العالم كامل وفي الاخر ما تنجحش. علاش؟ فوالا حيت الجيم حيت الجيم باش تنجح ما كتنجحش بالفيزوال ديالها كتنجح شنو عطيتينا جديد. دابا انت فاش غنمشيو فاش غنبغيو مثلا نقاد واحد الجيم باش تنجح خصنا نفكروا شنو هاد الايديا اللي غنعطي اليوزر غيلعب فيها جديده. فاش كنقولوا مثلا كنقولوا مثلا بابجي فورتنايت دخلوا بفكره جديده ومع انها تحط على ماركتينغ بزاف وفكره جديده وكل شيء طالع وتقريبا نخدمها بخمس سنين ديال الوقت خمس سنين وايكيب فاشي 500 الناس. يعني حنا فاش غنجيو غندخلوا هذا التحدي بحال شي واحد باغي يتلاح من الفوق حيت هو مغربي. لا انا ما تقدرش فهمتيني بابجي وكذا راه بحال دابا تقول لنا حنا دابا فيو كان نمشيو نطلعوا مع شوبي فاي من النهار الاول غادي احنا غادي وعطلق مع لا راه الجيم راه الجيم ما كاينش فرق غادي راه كتلونسي كتلونسي مشينا لو تلونسيها في امريكا كاع لونسيها في المغرب وخليها تروض شويه بداروها وخليها بعدا في الجيري شويه في مصر تروض في افريكا وعاد من بعد نمشي كاينه 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 واحد الجيم كاينه ديك الجيم. انا نقول واحد الفكره ان راه مثلا الجيم اللي كنخدموا راه بحال اللي قلتي كيتسموا هايبر كاجوال ديال الموبايل تقدر مثلا تضرب عام ولا عامين وفوق تحس ان انت الفتره غير ما تبقاش خدامه كتعتمد غير على الترافيك اللي يجي مثلا في فيسبوك واحد شويه ديال الاورجانيك ترافيك بينما مثلا كاينين بحال اللي شي جو طابل مثلا واش تخدم شي جيم اللي هي اوريجينال راه ما غاديش لا شي ديال لاربيتراج ولا شي ديال هذيك راه واحد الاندستري واحد اخر بوحدها خصك تخدم شي واحد مثلا تريبل اي ويكون فيه مثلا ديك التيم المغربي وتخسر عليها كذا وشوف شوف واش غادي تنزل مثلا اسامه زحام زحام فوالا راه خدموا مثلا المغربي خدموا عليها مثلا واحد العام عرفتي كندز في شي لعبه الانوي فوالا ما مكتفيش انا كنسمع مثلا شحال شي موتيفات بزاف ديال الناس غادي في الطريق غادي يدور فوالا شوف هذا دابا شوف حنا هذيك الهضره اللي قلتي شنو المغربي
ولصقنا واحد لي ستو لا ما تهضروش عليه فوالا راه حتى نجربوا عاوتاني نيت قال شي والله يا زران دوزو في الاوف انا كنت كنقول شي جو غريبي كنبقى تنقول داك النيفو ديال ماشي الموبايل بحال قلتي الكول اوف ديوتي وداك ريزنت ايفل لكن الكادر ما يكونش رومانيا ولا نيجيريا الكادر يكون مغربي ديال دوك الابطال ديال الجامع الفنا هذه غديرها شوف هذه غديرها الا كنتي غديرها ماشي باش تربح غديرها شي نهار شي استوديو كان عندي فلوس دي. اما الاستوديو اللي كيتقاتل وتيحط الفلوس باش انه يدخل منهم ما غيديرهاش في المغرب علاش راه مع عمرك غتلقى مثلا بحال مثلا بحال مثلا ميسر فايتين بزاف في الدومين كامل ما غيفكروش في هذه القضيه يعني يكون كانت مثلا فارغ شويه غتفكر فيها بحال ما كاينش استوديو غادي يجي وغادي يبني بيزنس على ان شي حاجه غيديرها في بلادو باش بعد انها تشهر الا لا دارها بلا ما يفكر انه يبقى تخيل سير نجح لنا هذا الاستوديو هذا الشيء العالمي دار كنفتخروا به دار ياسر شكون ياسر الناصق سميتو دخل الشين ديالو عنده كان بدا فيها بدا هو تيقادها 2012 بدا تيقاد في جامع الفنا كامل روادي وبدا تيخدم فيها وبدا تيخدم ووقف بقات توقف علاش حيت عاوتاني البيزنس راه كيتخاد بالعقل واش غندخل شي حاجه غنحط فيها غنحط فيها فلوسي وغنحط فيها القرار هذا قدر مثلا تنحكم على القضيه مثلا شي جيم لي مثلا ناجح تكون مثلا ندير بحال سيف ويسر قدرت تخلوا هذا غير زعما مثلا سيف ويسر شي جاب لي مثلا في الدروب الجامع يزحم يكون بالقرض ويخرج ليك هذا في الشارع لا وراه يزحم الا ما سيبليش مش مثلا بالبيسكتبول ولا بداك الامريكان فوتبول داكشي اللي تيعيشوا راه ما كتجيبش الناس في اي طاير واحد القضيه اخرى نمشيو فهاد القضيه اخرى نحسبوا شحال من مغربي غادي يلعب فيها ماشي حتى 40 مليون لا لا حيد لا لا فوالا حيد دابا ما كاينش 40 مليون ما كاينش 30 مليون ما كاينش 20 مليون ما كاينش 10 المليون هذا كله ما كاينش انت غدير جيم دابا كامله هكا باش انستاليو عندك واحد جوج المليون غير مليون مثلا غير مليون غير مليون باش الاحصاء غادي يجيبو ولا ما يجيبوش لا ما يجيبوش لك ما يجيبوش او السي بي ام طايح في المغرب انا رايي كومونسمون ديال داك الجون يلا غيبدا زعما دابا المغرب دابا المغرب الا حيدنا مثلا الناس الكبار اللي ما عندهمش التليفون الناس اللي في البوادي دابا عارفين المغرب بحال ديما متفق انا قلت لك هاد مليون لا انستالاج وهاد ليستوار ديال الجو يلا غتبدا في المغرب ملي غينستالو مليون غندوزو لدول الاخرين علاش زعما حاطينها في المغرب ماشي حاجه في التخليق ولكن علاش مثلا دول اخرين غادي يخليو مثلا جيم بحال برانس اوف بيرسيا غادي اصلا لك الجيم ديالك انت دابا ما نهضروش دوك لي جو بحال ما قلت لك حنا لا ما نهضروش على خليه دوك بعد حنا نصايبو اي شي وحده صغيره غادي وكتكمل علاش غير العفاه وهاد لي سوق تجاوب على الجو ماشي انا راه باش نضرب هذا برانس اوف مورو انا نعطيك هاد الجو انا ماشي دومين انا هي فكره كنقولها لا دابا حنا مادام موش الدومين فوالا فكره زوين كدير ولكن انت كتشوف فيها راه بحال كتشوف واحد واحد امتحان الشباب ديجا ضربنا ساعتين ونص خيسر مسخيناش بيك مسخيناش باللايف عطينا اخر حاجه شي نصائح للدراري اللي بغاو يبداو لونتربرونور بعيدا على الريسكين بعيدا أوكي. الشباب بغاو يبداو لونتربرونور شنو تنصحهم اوكي اهم حوايج كنشوفهم زعما في الشخص اللي باغي يولي اونتربرونور هي انه خصو يكتسب بزاف ديال المهارات ما عندهاش علاقه مثلا ماشي مثلا شي مهاره باليد ولا شي حاجه خصك غير السوفت سكيلز اول حاجه تكون مثلا كتسمع تكون فريندلي مع الناس اللي كتلقى بينها تكون انسان عندك مع التواصل انسان مثلا كتحاول تتعلم عندك داك العقل اللي كتلقى بينها مقدي حيت هذه اهم حاجه انا فشلت علاش فشلت دابا مثلا فاش كيجي مثلا شي واحد كيقول لك تسد ليا كونت خويا وريونا انت ما كتخبيو هذا الانسان مفصول علاش الا عندك غير شويه ديال العقل النقدي يقول علاش سدوا ليا عندي هذا المشكل اجي نحلو بهذا المشكل نقلب في جوجل نقلب في يوتيوب هاد الحوايج هما البيزيك ديال واحد باغي يولي اونتربرونور هذه اول حاجه ثاني حاجه خصك تعرف باللي الحياه راه هكا معاش الا كنتي غتدخل لواحد البيزنس غتعرف باللي راه ستوندار وانك تفشل هاد القضيه بزاف واخدين في حياتنا غلط شي تفشل راه ماشي شي حاجه ماشي حاجه راه النورمال هو انك تفشل راه الحاجه اللي هي زعما سبيشال هي انك تنجح يعني باش تبدا في الاول غتقول غنبدا غنفشل
غير هو غنعرف علاش فشلت ونعاود اش نتعلم، ما نبداش ما نقصحش راسي، نكون كنسمع، نكون كنتعلم، نكون باني البيزنس على داتا. كي قلت لك قبيله ما يكونش عندي واحد التفكير عاطفي، نحاول عندي تفكير عقلي. هادشي اللي بان لي فضل مع الناس. شي ناس تشكرهم بزاف من الوالد، الوالد الله يرحمه، الاخ ديالك، الاصدقاء ديالك، شكون اخر اللي توجه ليه الشكر؟ زعما من اكبر زعما من اكثر ناس زعما كنبغي نشكرهم زعما في حياتي كامله، اول حاجه والديا اللي كان هو ضد داك البيئه وضد داك الشيء وكانوا ناس زوينين. الاخ ديالي اسامه اللي كان هو داك الانسان اللي كتشوفو بعدا ها هو غادي مزيان انت خصك تتبعو. الاخت ديالي بزاف 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 حيت ضحات بزاف وهي صغيره وكنموت عليها. الاخ ديالي الصغير، العائله ديالي كامله، الزوجه ديالي، ولدي، الايكيب ديالي كامله اللي زعما كتستما كيتقاتلوا معايا، الاصدقاء ديالي، سيمو اللي كان عنده واحد الامباكت كبير حيت ما كانش مثلا سيمو نهار الاول ما بانش، حتى انا غنخدم غنقول حتى حد ما غتعطيش بالك انك تبان. وصافي والناس كاع الناس اللي متبعيني، اي واحد كتب شي ميساج زوين، اي واحد كتب شي ميساج خايب، شكرا لكل شيء. اي واحد خدمتي معاه، اي واحد خدم معاه، فوالا ميرسي. نطلقوا الدراري واحد 3 دقائق لي كومونتير ونوقفوا هذا اللايف هذا. خي ياسر لايف ناضي، تبارك الله عليك اخي، انت خير غادي توش واحد الجمهوره اخر فهمتي. شحال كاينين ياسر بوحدو اللي ما خداش الباك ياك؟ جو بونس تنظن كاين شي واحد اخر غير ما سميت، ولكن اخي بالعكس انا والله حتى تنحييك. لحقاش انت اخي واحد ليكزومبل ديال امه ديال الناس ما خداتش الباك. انا كنعرف امه ديال الناس ما خداتش الباك، ومزيان ديما الناس كيبغيو شي واحد اللي بحالهم ولا اكثر واحد تيأثر فيهم. لحقاش تبقى هذاك راه شوف واحد القصه انا اللي دابا راه هي نمبر 1 في اليوتيوب عندي طالعه في مده المشاهده بارابور اللي بارطاجيت هكذا، هو الصات اللي قرا ومشى قرا في فرنسا ودخل في حاله. هذاك صاحبي راه تشوكيت، راه قاس واحد الناس حنا ناسينو، عرفتي هادشي شحال واحد تيجي عندك تقول لي اخويا سيمو انا راني كنت حاقد في فرنسا وفقد الامل، ادخونا هذا اللي جبتيه احسن ما درتي، وراه ماشي احسن ما درتي غير هو فهمتي جا معاهم. دابا ياسر الجميل انا اللي عاجبني، واخا تنقول اخا ياسر هو النمبر 1 لان تيقيس واحد الشريحه كبيره، ناس ما جايبينش الباك وتيقول لك اسف انا هذا الباك هذا. واحد المره رمضان يسولني قال لي مالك اصاحبي دويتي في الباك؟ قلت له لحقاش دخلت انا ما عارفش كاع راه الناس دوزت الباك. دخلت السوشيال ميديا لقيت بنادم تيبكي الباك، جبت الباك ب 10 ما بقى عندي مستقبل، هذا ناجح في الباك وتيبكي لينا وما ادراك كون سقط. بنادم ولا ضرب 12 في الباك وتيقول لك ما عندي مستقبل. لا كالم داون، الحيط ماشي على الباك صافي. فاش كندويش في الباك راه واخا تجيب باك بنقطه سميتو راه ما تيعنيش ان راه غادي تضمن المستقبل، راه ما عندي حتى علاقه مع المستقبل. لكن هذا ما تيعنيش ان مثلا الناس ما يقراوش ولا هذا مزيان. لا حنا تنقولوا ما عمر ما عمرتو تاع القرايه، ما عمرتو تاع الخدمه، وبالعكس نقولوا ما عمرتو تاع الخدمه. الا كنتي خدام عشان تقول يا خويا سيمون وين خرج من الخدمه، تنقول ليه دير واحد 36 بركه في الجيب وهرب من الخدمه. والقرايه ماشي هي ماشي هي المنهج التعليمي. القرايه راه كتصافي اصلا ما بديتش كنقرا حتى نهار حبست القرايه، فهمتي؟ حتى نهار حبست القرايه وليت كنخدم عاد وليت كنقرا عاد ولا كيعجبني نقرا عاد يعني كيف كتقول هذاك المنهج التعليمي اللي كاين عندنا راه كيوجدك باش تكون واحد البوست راه كيتسناك. صافي واحد البوست راه موجدين ولا غادي يقريوك ليه باش يقريوك فيه، ماشي انت اللي كتختار الحياه. قلنا الدراري شنو السام كويشن السؤال واحد الكلاش انا ديريكت قال لك واحد الكلاش غير موفق في التدخلات ديالك مع ياسر لانك ما كنتيش كتفهم شنو بغا يقصد ليك. خاصك دخلك خاصه تدخلك ياسر اخير لان ياسر كيدوي من خلفيه عارف اختصاصه وانت ما فاهمش. انا كنت عزيز عليك. لا بالعكس اخي، لا بخينا اخي ياسر انت اللي خصك تجاوب، انا ما فاهمش. انا هي تنقطع لا واحد حنا دينا جيم غريب ولكن هو اللي فاهم. كنا حطيناها وبدينا في الكاركتير، بدينا كنقادو في الكاركتير، بدينا كنقادو في كل شيء، مي فاش بدينا كنخدمو يقدر يكون ذاك الانتحار. علاش؟ حيت بحال دابا انت جينا قلت لك شوف برزت يوكا خربقها، خذ من الوقت ديالك منها ودير لنا شي حاجه. غتقول لي راه ما كرهتش ولكن راه ما نقدرش نديرهم بجوج. ما تكونش كتفكر
انا الفكره ديال الدراع هذا هو زوينه القضيه زعما غطيح لك في بالك وي ستيب قلت لي سنسول عاطف واحد السؤال اخي سنسولونا شحال دابا قلتي كاين استوديو ديالكم في ديال الموبايل شحال استوديو بحالكم كاين في المغرب بحال في المغرب دابا حاليا تقريبا غنكون واحد ديالي سامع كاينين شي 4 ولا 5 وكا خير مارشي باقي خير ماشي خير كثر كثر بزاف وكانوا مؤخرا عيطوا ليا بزاف ديال الشركات في المغرب قاد لينا شي كان مساليش فوالا نيشان فهمتي نيشان ماشي ما كنطولش كاع ما كنطولش ما مساليش لا باش الواحد ما يقولش اخي راه الدومين هذا راه دابا هادشي طاري في الويب تجددوا على الاي كوميرس خويا راه هادشي راه مدهو فيه حتى مات دويتي انت في الجيم اندستري خويا هادشي راه مدهوش فيه حتى مات لا يلا شريف راه هادشي باقي حتى ما قالوا بسم الله واحد القضيه دابا هذه على سميتو على مثلا في لي جو فيديو قلنا مثلا الريسكين ما عمره غيموت انك شي فكره تاخذها وتبدلها بالديزاين ديالها وتحطها راه عمرها غتموت مادام الانسان باقي عايش مادام باقي عندنا الانترنيت راه عمرها غتموت وباقي غتشوف هذه الشركه حطات هذه الماركه جات هذه بدلات ليها الديزاين انت رد البال غير مع الديزاين شوف قلت لك بلا الشركه ديال الاتصال سير وشوف هذه اليوم دارت سميتو هذا الاوفر غدا كتلقى هذه هي اللي دايره بحالو ريسكين الاوفر كل شيء ممكن الريسكين السؤال شنو هو سميت الاستوديو ديالك كاين في سميتو في البايو ديال في البايو ديالي كاين السيت اللي فيه لي جيم ديالنا فيه كلشي هذه هي الفرصه باش بنادم يدوز من الريسكين يدوز يدير ستوديو ديالو ضربتي شويه فلوس في الريسكين ماشي مثلا 10 مليون ولا 20 مليون كافي باش تبدا واحد البيزنس ديال جيمز ديال ديفلوبمون ديال لي جيم فروم سكراتش هذه هي باش تسوي وتقدر دير فانت مثلا ماشي ستوديو ديال الجيمينغ دير ستوديو ديال الابس لي زابس راه كاين خاصه ديال هو شي الاحتراف وساهل باش تدوز انك مثلا دير واحد السوسيتي ديالك وتخدم داك الشيء كاين فا واحد الحلاوه زوينه بزاف الشباب باقي شي تدخل شي حاجه قال لك واحد السيد واش الريسكين ضروري واش السيد الريسكي غير شي تليفون سؤال ثاني علاش كتضحك شي واش دابا نقول له واحد القضيه لا تدول بلي الحياه راه ما ساهلهش للدرجه مثلا ما كاينش شي حاجه انا فهمت علاش حيت دابا الريسكين انا شحال هذيك اللي كنت غير تسال بهذا الشيء كان الريسكين هي زعما تريسكي ريسكين كنت كنسمع بنادم تيقول الريسكين صحابي هي انك تريسكي يو ريسك سامثينغ تريسكي بالبيسي ولا تريسكي غير بالتليفون ريسكي بالتليفون ما تريسكيش لا دابا شي واحد بغى يدير ريسكين خصو بيسي ضروري ما حتى حنا تيجينا هذا السؤال هذا خويا السيمو بغيت نبدا الاي كوميرس باغي نبدا من التليفون لا معلم اللي باغي يخدم خصك بيس كاين شي حاجه سميتها الخدمه في الانترنت وجيب التليفون كنمشي للسيبر حنا كنا كنمشيو نخدموا في السيبر كنا في هذا شوف كنا خاين الحاجه اللي التليفون غلا من الحاجه اللي زعما اللي كنبغي نجاوب بها هاد الناس هي زعما راه باش نديروا بخلاصه الحياه راه ماشي بهذه السهوله باش تدخل الفلوس ماشي بهذه السهوله انك تشد التليفون ودير شي حاجه هذا كذب عليك اللي قال لك غتشد التليفون وغتدخل الفلوس بشي مجال عاطي كذب هذا اشهار ديال دوك الشركات ديال وانا عشيري شوف انا تنوض مع الصباح تندير شويه ديال التريدينغ والفلوس داخله وانا مريح بالقهوه ومن التليفون عشيره ما كاينش شي حاجه من التليفون ينسى دخل معك شي جوج لا شوف لا الا كانت القضيه بحال هكا كنقول اشنو كنبدا نقول للناس اللي كان شي واحد بحال هكا راه غتلقى المحيط ديالو خالو ودخالته عمته ودخالته كلشي ضاربين الفيراريات ضاربين الفلوس الا كتلقاه غير بوحدو تيبيع لك اشك قول اوكي الا انت كتدخل هادشي وكتقول ساهل بالتليفون وريني خوك وعمك وولد عمك ياك ساهل خاص العائله تكون كامله عائله كامله دير الفلوس الا شي واحد فيهم ما دايرش الفلوس القضيه راه ماشي صعيبه الا انت عندك كاينه الخدمه فوالا كنسهلك راه كلشي دابا هي هذه دائما كنسهلك راه ما كاينش شي حاجه في الحياه كاع ساهله ما غير انك تصبح ناعس باش تكون فاشل هذيك هي الساهله هذيك ناعس بزاف راه صعيب كتقول الشباب تبارك الله عليك اخي ياسين شكرا بزاف على التربيه هو وصراحه غادي تنسباري ليا هما ديال الناس الشباب تبارك الله عليكم الله يمسخينا بكم حتى لغدا ان شاء الله غدا ان شاء الله اللايف مع الدكتور بوبوع اثنين ان شاء الله لايف مع ياسين العلاوي لايف ان شاء الله مع ياسين العلاوي جا اليوم شرفنا خونا ياسر مرحبا بك اخويا الله يحفظك الشباب التوفيق لكم طلعونا في راسكم تبارك الله عليكم من بعد تلقاو من هنا واحد 3-4 جور الحلقه ديال السي اس ار في اليوتيوب الناس اللي ما تفرجوش فيها اللي تفرج فيها جات حتى الاخر اللي الناس اللي تيكونوا من اوروبا تيقول لك خويا راه كنمشيو كنعسو
لان انت تيكونوا سوايع زايده ولا سميتو راه تلقاو الحلقه في اليوتيوب. تبارك الله عليكم توفيق لكم الناس ديال الوداد اللي ما تفرجوش ايش تفرجوا في الوداد عشان تحييوهم حتى هما يا الله يعزكم الشباب مرحبا بكم اخت ان شاء الله ويوميا خلال شهر رمضان مع 11 تبارك الله عليكم الله ينور خوتي فراسكم الله يعزكم باي باي.